ايه يا ابني ده فين؟ والحصة اللي فاتت ناس قالوا لي وده كلام صح، قالوا لي ريت يا دكتور محمد يبقى انت تحدد لنا المواضيع اللي هنمتحن فيها علشان ما نذاكرش، ما ينفعش بقى نمتحن كل حاجة. فالثلاث القادم امتحان في الكونتراسبشن بإذن الله. تمام؟ امتحاناتكم بتاعت السلايس دي غلسة قوي. تمام؟ لدرجة من السام تفصيلة. حضرتك هي حفله مرتبطه، انت كانت قالت لي الحصه اللي فاتت انا مش متخيله يا دكتور محمد ان جاست الرسمه العبيطه بتاعت الليتنت فيز والاكتف فيز اكسلريشن ديسلريشن مش عارف ايه ان ده بيجي. لا موجود، وانا بضرب امثله بالصدفه ان هو يتقسم اي بي سي دي ويقول لك اي بلس بي ايكوال يعني كذا وسي يعني اكسلريشن فيز ودي، فالدرجات التفاصيل عندي تفرق. عشان كده معلش يا اولاد انا ماشي ببطء شديد وبشرح كل كلمه، وفوجئت ان احنا ماشيين ببطء ولا بسرعه؟ لا بقول ان ماشيين بسرعه، ما ده شيء ساتسفاكتوري انك الحمد لله تبقى فاهم الحمد لله كل حاجه، فده شيء عندي بالنسبه لي كويس. يعني فاهم كل حاجه؟ يعني ما فيش حاجه كده اللي هو يلا يا واد هي كده، ما فيش حاجه اسمها هي كده. ولعلمك ده انا بقول لك ده انا بعتبر نفسي ماشي ببطء شديد وملل شديد وخايف لا انتوا ما تذاكروش اللي انا بقوله ده، مش كده بقول لك المره الجايه باذن الله انترسبش. معتمد تماما على ايه؟ على الفهم. وعارف كمان حاجه غريبه قوي، عارف ان الاسئله اللي بتيجي هتفاجئ بيها، انا مش عايز المفاجاه تحصل، انا عايزها ايه النهارده واحنا في حدود ايه نص 11 كده، فاضل شهرين على الامتحان كده، لمبه حمراء نورت عندي مشروط خالص لغايه الامتحان كده، احنا اتشدينا انا اللي اشدك كل مره في امتحان اقول لك عن ايه. رسمت الرسمه دي تاني ليه؟ انا بتكلم على مين يا اولاد؟ بتكلم على السي والسي. حاجه دلوقتي فكرت بالسايد افكتس، وقال دكتور محمد
علشان اطلع منها بحضرتك عندي حاجه اسمها الكونترا انديكيشن. شو بقى الغريب؟ جدول الكونترا انديكيشن اللي على اليمين تحت ده متقسم ابسوليوت وريلاتيف، وده اللعب كله بقى في الام سي كيو. انا عندي حضرتك الدي بي تي ومش عارف ايه والثرومبوبلوكوفايتس ار كونترا انديكيشن. لا، ده الدي بي تي از ان ابسوليوت كونترا انديكيشن، لكن الفاريكوز بين اللي هي تمام عارفين ايه فاريكوز بين ممكن يجي لها دي بي تي، لا ده لازم كونترا انديكيشن. ثرومبوفلوبايتس از ان ابسوليوت كونترا انديكيشن، بس سوبرفيشال ثرومبوفلوبايتس اي مين عن سوبرفيشال بينز اللي بره از ريليتيف كونترا انديكيشن. فنصيح كده كتير والاسئله الام سي كيو تجيب المنظر ده. اول اوف ذا فولوينج ار ابسوليوت كونترا انديكيشن مع ده، all of the following are relative contraindication مع ده. فالجدول ده رغم ان هو يبان لك كده ملوش لازمه، على فكره كل حاجه تقيله واوفر ومكبسه في بعض، العين البشريه بتركز فيها ولا بتسيبها؟ زي ما حصل امبارح العيال عندنا امتحان الجراحه الرئيس بالع. امتحان الجراحه بتاع الدكتور امبارح اللي كان عباره عن 10 كيسز، وشايف ادي الكيس يشرح يشرح يشرح، وبعدين في الوسط في كاتب كده ايه وده حضرتك سؤال واخد كويشن مارك، بعدين يكمل العز في الكيس كده بالمنظر ده، وبعدين يشرح، وبعدين كده سؤال يسأل حضرتك بيه، وبعدين كده. فالعادي ان في ناس طنشت ده وطنشت ده وجاوبت على اخر واحد بس. ليه؟ ايه بقى؟ ده احدث فن في علم الغداء العقاري. مش هقدر اقول ما عنديش اي مبرر الصراحه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى نفهم ونحكم مع بعض تاني. تعالى نبتدي بالمخ. خير يا دكتور، ايه اللي بيحصل عندك في المخ؟ والله يا دكتور محمد العيانين بيصدعوا كتير قوي. انت ليه بتكتب بالازرق؟ الازرق يعني بروجسترول، الاحمر يعني استروجين. طب ما تخلصنا يا دكتور كام حاجه تتكتب بالاحمر؟ القلب والثدي والكبد. دكتور انت ليه مهتم بالكلمه دي بتقولها باللغه العربيه وهتكررها كتير؟ اصل نفس الكلام ده هناخده في المينوبوز تحت عنوان هرمون ريبليسمنت ثيرابي. احس نفس التشينجز اللي بتحصل ونفس الرسمه دي هناخدها في البريجننس تحت عنوان ماتيرنال ادابتيشن تو ذا بريجننسي. هاو ذا ديفرنت سيستمز كود ادابت تو ذير سيلف تو عندي ادابت وذ ذا جروينج بيبي. ماشي. اللي بالازرق بروجسترون بالاحمر استروجين. بيحصل عندي مين؟ هابت. بيحصل عندي ايه؟ عندي مود، عندي حضرتك ايه؟ تشينجز. طب دكتور محمد الهابت ده مين مسؤول عنه؟ بروجسترون. ليه يا دكتور البروجسترون بيعمل ايه؟ بيعمل سم سورت اوف سولت موتور ريتنشن. ليه حضرتك عندي؟ لان هو واحد ماشيين كربون، شيل منه اثنين يبقى مين؟ اندروجين، فالاندروجين ده هو بيعمل سولت موتور ريتنشن بجد. طب الصداع ده بيجي مين؟ دي حاجه اوت اوف بوك بس ليه كنت عشان حياتكم؟ هيجي في سعادتك في السبع ايام فري بين ال 21 قرص وال 21 قرص. طول ال 21 يوم انت بتاخد قرص كل يوم، قرص كل يوم، عامل اديما، عامل سولت موتور ريتنشن مشدود على المينيجيز. يوم ما تسيب الاقراص، يوم ما الميه بتنزل، التراكشن على المنجيز ده هو اللي يعمل لك صداع رهيب. طب معنى كده يا دكتور محمد ان هو عندي كونترا انديكيتد فين؟ كونترا انديكيتد على الناس اللي عندهم حضرتك ايه؟ عندي ميجرين. يبقى شوف بقى هو كل سنه بتاكله مين والكونترا انديكيشن بتاعه. ميجرين بلس اورا. يعني ايه يا دكتور محمد بلس اورا؟ اورا اللي هي المقدمه اللي عندها ده الميجرين الشديد. اللي جه كده لا النهارده انا حاسس بالتقل في دماغي، وتسمع بقى صفات غريبه لما تاخد بطنه، وتنميل يا دكتور فرنسي، وعينيا بتزغلل، والبوتشز اوف ذا ايليت، بعديها تلاقي الصداع الرهيب ده ابتدى ايه عندي؟ ابتدى يجي، ابتدى يجي. ماشي. مود تشينجز، اساسا بقول لك كده كده الحامل بيحصل لها مود تشينجز. بس مش من ضمن اللي مكتوب كونترا اندكيشن مثلا احنا نقول ديبرشن او حاجه زي كده، مش مكتوب. هو مكتوب مود تشينجز، مود سويس، الدنيا عندك بتتغير، تمام؟ اند ديبرشن. يبقى تعرف بقى حضرتك ان مراتك الحامل، ودي برضه معلومه اوت اوف ذا بوك، بس كل المعلومات اللي بقولها اوت دي مهمه على فكره، تمام؟ ان مراتك الحامل حساسه. مراتك الحامل فيري عندي سنسيتيف اند فيري لايبل فور ديبرشن. هتروح لها البيت هتلاقيها عماله بتعيط، خير يا منى في حد زعلك في حاجه؟ تقول لك لا اصل كان في نمله ماشيه لقيتها اتقلبت على ظهرها، وحتى السكر وحتى من انا من ساعتها مش قادره مش قادره يا محمد، تمام؟ تعال بص 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 هحطها جنب الحيط يعني حضن كده وتبطنها كده وانزل خد الحجر بتاعك على القهوه ولا كان حاجه حصل، تمام؟ خش على بعديها. خير يا دكتور محمد، ايه اللي بعد كده؟ الاي
اللمسز اللمس عندي بيحصل شويه حاجه اسمها كورنيا كورنيال ايديما. وحضرتك عندي ممكن الريتنا بيحصل عندي الاوبتيك نيرف ساعات اوبتيك نيرف اسكيميا وحشه. عندي حضرتك عندي السي او سي مع مين؟ مع الكونتاكت لانسز. ده مش ابسوليوت كونترا انديكيشن ولا كونترا انديكيشن اصلا، بس احنا خدنا بالنا ان الناس اللي بيلبسوا عندي العدسات اللاصقه بيتضايقوا شويه اللي بيستخدموا عندي السي او سي. تمام؟ ليه يا دكتور؟ العدسه اللي بتلزق هنا دي ويبقى تحتيها كورنيال ايديما، يحصل حضرتك شويه مينيود ابريشنز بالمنظر ده. تعالى نكمل اللي تحتيها. خش لي بقى على المصيبه الزرقاء، خش لي على المصيبه الحمراء. كتير حضرتك عندي بسبب ان الاستروجين حضرتك كومبوننت في السي او سي. ماله يا دكتور محمد؟ بيعدي على الليبر. طب ماله يا دكتور محمد بيعدي عليه؟ بيبوظ الكوجريشن بروفايل. بيعلي حضرتك عندي البليتلت ادهيزفنس. شوف كلمه ادهيزفنس دي، انا متاكد ان انتوا الجروب ريد معانا اشطر ناس. متاكد ان انتوا قريتوا الورق ده كويس، بس خدت بالك يا احمد من كلمه ادهيزفنس؟ اهو انتوا من الامتحان بتاعكم من الدرجه من السوق ان يجي يقول لك ات انكريز اول ذا فولوم اي بي سي دي، واحد بليتلت كاونت، اثنين بليتلت ادهيزفنس. ده هو هنا مش كده، ان هو بيزود العدد، بيزود الايه؟ الفانكشن، درجه المزوجه، ان هم يلتصقوا مع بعض. للدرجه دي الكتاب بتاعكم او مصداقيه للناس الدفعه اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها اللي قالوا للاسف لازم يتحفظ من جلد للجلد، فمش هينفع يتحفظ، هو يتفهم حد بس ينبه لك على حاجات معينه. زي مثلا هنا مكتوب عندي ان هو بيزود فاكتورز معينه. ايه حضرتك عندك؟ 2 و7 و9 و10 خلاص، يبقى هما دول، هو الكتاب عايز دول، هو الكتاب مختار دول. طبعا لما تقرا اكتر وفي الانترنت وكده وتخش تكست الكلام ده ما بقولش ابدا قران مقدس يعني. ماشي يا دكتور محمد، طب كمل. وهطلع بالحاجات دي ايه؟ ان هو بيزود البليتلت ادريفز ويزود مش عارف بروتين فاكتورز والكلام ده. هطلع من الكلام ده حضرتك عندي ان في عندي كونترا انديكيشن معينه. كونترا انديكيتد فين يا دكتور عم؟ كونترا انديكيتد في الناس اللي جالهم قبل كده دي بي تي. كونترا انديكيتد في الناس اللي جالهم ثرومبوفلوبايتس. صحيح ده هو بيزود ثرومبوفلوبايتس التهاب في الاورده، بيزود درجه التجلطات. كونترا انديكيتد في الناس اللي جالهم بريفيس هيستوري اوف مايوكارديال انفاركشن. كونترا انديكيتد في الناس اللي عندهم اسكيميك او كروناري هارت ديزيز. اسكيميك او كروناري هارت ديزيز سي اتش دي كروناري هارت ديزيز. كونترا انديكيتد في الناس حضرتك عندي اللي جالهم قبل كده سيريبرو فاسكولار ستروك. ستروك ستروك بتاع جده يعني. تمام؟ سيريبرو فاسكولار ستروك اللي جاله جلطه، اللي يقول لك جاله جلطه فين؟ جلطه في المخ. فشركات الادويه لما قالت هذا الكلام ابتدت تقلل من التسويق بتاع السي او سي، وابتدت الناس ايه؟ تقلق. عشان كده ابتدى يقول ايه؟ هو حضرتك لكل الناس اللي عرضه يجي لهم دي بي تي، فابتدى يقول لك بص بص بص، هو للفاريكوز فينز يعني ينفع يتاخد، ما هوش ريلاتيف. عارف لما افضل اقول لك ايه؟ هو اصل هو اوكي ماشي، دي معناها ايه؟ معناها انه نصيحه عليك، عايز اخلي الدواء يمشي. اللي يقسمه حضرتك لابسوليوت وريلاتيف عايز الدواء يمشي. تمام؟ ماشي. طب ايه الريلاتيف؟ ثواني بقى، ما اكتب لك دايما ريلاتيف كونتر انديكيشن بالاسم. الدي بي تي دي الابسوليوت، مين الريلاتيف بتاعها؟ فاريكوز فينز. الثرومبوفلوبايتس دي الابسوليوت، مين الريلاتيف بتاعها؟ يبقى في عندي سوبرفيشال عندي ثرومبوفلوبايتس. المايكارديال انفاركشن اسكيميك كروني هارت ديزيز سيريبرال فاسكولار ستروك دي الابسوليوت كونترا انديكيشن. ايه الريلاتيف بتاعها؟ الناس اللي عرضه يجي لهم ثرومبوز. عارفين الناس اللي عرضه يجي لهم ثرومبوز؟ عندهم برولونجد ايموبيلايزيشن. يعني ايه برولونجد ايموبيلايزيشن؟ مش بيتحركوا لفتره طويله. ادوني مين اشهر ناس تعرفون في حياتكم ما بيتحركوش فتره طويله؟ برافو عليك. الفراكشرز، لا مش بتكلم على الحوامل بتاخد سي سي اوكي تمام. على الفراكشرز ادي حاجه، والحاجه الثانيه الناس المتجبسه، والحاجه الثانيه بقى بري اوبرتيف. دي اللي الكتاب بتاعك عامل ستريس عليها، رغم ان هي معلومه مش محطوطه في السياق الصح، بس انا كده محترف في السياق الصح. اللي هو ايه؟ انا انسى ان مراتي انا متجوزها بقالي كتير،
وكذلك الواد بقاله 5 سنين وبتاخد سي او سي بقاله 4 5 سنين جالها هرنيا جالها ثيرويد راح تعمل عمليه. المفروض الدكتور بتاع الجراحه لو عارف ان هي هتاخد سي او سي اي عمليه الواحد بيرقد شويه في البيت على بال لما يهيل تمام المفروض تتوقف السي او سي قبلها باربع اسابيع قبلها بشهر. يبقى بري اوبرتيف قبل حضرتك عندي العمليه لمده 4 مانث هتلاقيه كاتبها للي فيكم ذاكر فوق في السايد افكتس مع حكايه بتاعت بليتلت اديزم نزلها ومفروض الناس اللي رايحين يعملوا عمليات يوقفوا الاقراص قبليها عندي 4 مانث قبل 4 ويكس قبلها بشهر 4 ويكس 1 مانث يعني تمام. احنا انا نفسي بنسى الكلام ده شوف رغم ان انا مركز فيه انا نفسي بنسى هذا الكلام ماشي يا تيك كير لا ده بيزود الجلطات يبقى الله يخليك لا يعمل عمليه لا ينكسر بتاع اللي مش هيتحرك كتير لو سمحت اهدى شويه. طيب يلا انزل على اللي بعديها. ايه اللي بعديها عندي حضرتك عندي تعالى نقول الاورت الاورت اي مين ايه في الاورت يعني؟ يعني حضرتك عندي بيعمل كسايد افكت عندي بيعمل هايبرتنشن وبيعمل حضرتك عندي اثروسكلروزس هايبرتنشن واثروسكلروز. حضرتك كتبتها ليه بالازرق؟ ها طالما بالازرق يبقى تبع مين؟ يبقى تبع حضرتك عندي البروجسترون. برافو عليك. ليه البروجسترون يا دكتور؟ روح الاندروجين اللي موجوده فيه. من الاخر من الاخر من الاخر الاندروجين موجود في البروجسترون بنسبه كام على كام؟ 19 ل 21. من الاخر من الاخر من الاخر الاندروجين احنا فينا احنا يا معشر الرجال بيعمل فينا ايه؟ 3 حاجات. بيموتنا احنا رجاله من الضغط كمل، بيموتنا من السكر كمل، بيموتنا منين؟ من السنترال اوبيستي. برافو عليك، من السنترال اوبيستي. ماشي على بركه الله. طيب والكونترا انديكيشنز هنا يا دكتور محمد اخبارها ايه؟ وخلاص بقى يبقى حضرتك عندي كونترا انديكيتد فين؟ كونترا انديكيتد في الناس اللي عندهم حضرتك هايبرتنشن. كونترا انديكيتد في الناس اللي عندهم دايابيتس ميليتس. دكتور محمد ابسوليوت ولا ريلاتيف؟ بص كل اللي كاتبه هناك ده كل اللي كاتبه هناك ده يبقى هو ريلاتيف. يبقى خلاص بقى مش هنبقى ايه نخلص القصه. Those are the absolute and these are the relative. نجري نطورة كويس. يبقى هو ريلاتيفلي كونترا انديكيت في مين؟ في الناس اللي عندهم يعني تجيلي واحدة تقول لها دكتور محمد أنا عندي الضغط وعندي السكر ينفع أعمل سي بي سي ولا لأ؟ أقول لها بصي والله لو الضغط عندك از كنترول ودكتور البطنة مديكي أدوية والضغط متظبط اتس أوكي. يعني ما هواش أبسوليوت لا 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 يا ستي ما هواش أبسوليوت كونترا انديكيشن عندي. طب دكتور محمد انا عندي السكر ينفع اخد قراص من الحمض؟ بص امورة سكرك كام؟ طب ماشي على ايه؟ اقول لها باخد اورال هايبوجلايسيميك والله باخد انسولين والامور الحمد لله كويسه. بصي لو الدنيا كنترول ينفع تاخد قراص من الحمض. او النبي يا دكتور محمد اصلا انا بركب اللولب بيعمل لي نزيف فانا مش عايز ارجع اللولب تاني يا ريت امشي على القراص. طب ينفع يا دكتور؟ بصي هو السكر از ريلاتيفلي كنت فهمت الروح ايه؟ فهمت ازاي المسوق عندي بيسوق؟ قول لها انت عندك ايه؟ لا انا عندي هايبرتنشن. او اقول لحضرتك حاجه انا جالي هيستوري في الحمل حضرتك عندي اوف بري كلانسيا او بري كلانتك توبسيميا ايه اللي جالها هايبرتنشن. لا اتس اوكي طالما الدنيا اندر كنترول ريليتيفلي. انا جالي حضرتك سكر او حضرتك عندي هيستوري مع الحمل ان جالي ايه؟ جالي سكر. اما ناخده ان شاء الله اسمه جاستيشنال حد عارفه؟ دايابيتس ميليتس. اسمه جاستيشنال دايابيتس ميكس. ماشي اوكي خلاص كمل يا دكتور القصه بتاعتك. البراست عندي بيعمل ايه حضرتك كسايد افكت عندي السي بي سي على البراست؟ والله واحد بيعمل شويه براست هابينس توبي الله زي الحامل ما الحمل بتبتدي الدمويه تروح بزياده البراست بيبتدي البرولاكتين يعلى يعمل شويه احتقان في الثدي. من اول علامات شفت انا عمال انتهك في الشاب بتاع الماتيريال ادابتيشن زادت من اول علامات ان مراتك حامل تقل في الثدي ومن كتر الاديمه اللي بتتجمع هنا السبكوتينيوس وبتضغط على النيبل تقول لك حاسه بحرقان واكلان في النيبل وتقل جامد يا دكتور لازم البرا يبقى مشدود جامد علشان التقل ده. براست هابنس
طب والحاجة الثانية بيعمل ايه حضرتك السي او سي على البراست عندي؟ اهو بيعمل هافنس البرولاكتين بيزيد بس بلوك اتس ايه؟ اتس اكشن انهبتس عندي مين؟ اللاكتيشن. طب والحاجة الثالثة اخبارها ايه؟ للأسف بيزود عندي حضرتك البراست تيومرز ودي ريليتد قوي 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 للزمن للزمن. وانا الاوان دلوقتي لان انا حاسس بتكلم كتير من اول حصه ان انا اسالكم سؤال بقى. يلا يا ولاد سؤال صغير كده سامسونج صغير بخمس نمر بخمس ماركس انيميريت ذا ديفرنت ريليشن شيب بتوين عندي سي او سي اند عندي تيومرز. عايز اسمع ثلاثه بيقلوا عايز اسمع ثلاثه بيزيدوا. شوف الشباب بيذاكروا ولا لا. خد بالكم في امتحان الثلاث الجاي غير الامتحان اللي بعديه هيبقى حاجه مور سيمبل وملمومه فايبرويد والاندوميتريوس. فايبرويد والاندوميتريوس يلا على فكره الفايبرويد عبيط جدا هو اللي متخرجين قوي الكتاب بتاعكم افظع كله بشوف كتاب الفايبرويد ماشي جامد قوي. يلا يا ولاد ايه اللي بيقل؟ بيقل الاستروجين ديبندنت تيومرز. ممكن تقول لي بقى ايه الاستروجين ديبندنت تيومرز؟ يلا كده في رسمه يلا بسم الله الرحمن الرحيم تمام. من كتر الهايبر استروجين ابتدى يحصل اندوميتريال هايبربليزيا او انا زهقت ورحت مدلل اللي تحت على هيئه فولك او انا رجعت لورا على هيئه حضرتك عندي اندوميتريوزز او حضرتك كبرت في الجدار بتاع هيئه مين؟ فايبرويد. ماشي برافو عليك. مين اللي قصاده ده بيزيد الناحيه الثانيه؟ السيرفكس تمام. طب تعالى لي هنا مين اللي بيقل عند حضرتك؟ الاوفري الاوفريان تيومر. اما ناخد الاوفريان تيومر دي هتلاقي ان هي ذا ريبيت الاوفيلاتري تروما افري مانث هي المتهمه الاولانيه فين؟ في النيوبلازم بتاعها زي ما احنا حكينا. طب امال الناحيه دي مين اللي بيزيد مقابل الاوفري؟ البراست. طب اخر حاجه بقى دي حاجات جي اي تي مالهاش علاقه بيها. مين اللي بيقل عندي؟ كولوريكتال كارسنوم. مين اللي بيزيد عندي حضرتك؟ الهيباتو سيلولار عندي ايه؟ ادنوم. برافو عليك على جنب كده ماشي. طب نكمل. طالما هو حضرتك البراست عندي بيعمل الكلام ده يبقى ابسوليوتلي كونترا اندكيتد فين؟ خدت بالكم ان الابسوليوت كونترا اندكيشن باللون الاحمر هي بتاعت الاستروجين. مصائب الاستروجين كلها ابسوليوت. Absolutely contraindicated في الناس حضرتك عندي اللي عندهم history of breast mass or even suspicion of a breast mass. اي واحدة تقول انا عندي history ان كان في lump الدكتور عمل لي lumpectomy الدكتور عمل لي fine needle aspiration cytology لا 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 بعد عن الشر وغنيله. لا ده حضرتك ده انا عندي family history of breast cancer امي واختي first relative خرب بيتك هديني سي او سي يبقى انا مجرم. شركات الادويه تقول لك ايه بقى؟ تبتدي تفضل تميع في الامور. ريليتد لللانت فيوز واللي يستخدمه اكتر من 10 سنين بيني وبينك رغم ان انا دكتور نساء المفروض احابي اولاد جلدي زي ما بيقولوا لكن بيني وبينك السي او سي فعلا زي البريست كانسر. وزير اكيد خدتوا كده في الثلاث اسابيع اللي فاتوا براحه صح؟ واحنا متهمين الصراحه. Absolutely contraindicated على الناس اللي بتايه؟ بترضع. واحده لاكتيتنج وتيجي تقول لي دلوقتي احلى حته على فكره هي الحته دي وبس بقيت الدرس اهبل. ساعه ونص الباقي هوبل بقى. هنبتدي بقى نقسم بقى يا وديع بقى. Contraception for a newlywed couple. Contraception for an old couple. كل 40 45. Contraception for an emergency situation. أنا هو قاعد هو لا بيا ولا عليا، جوزي اتطرد من قطر أو من تركيا وجالي طب عليا وحب يعملها لي مفاجأة، خرب بيتك مش عاملة حسابي، emergency contraception. Permanent contraception، حد عارف يعني permanent contraception؟ tubal sterilization، male contraception. male contraception للراجل، تعرفوا إيه male contraception؟ رفض أنا بيه بلو بوز؟ لا ده في حضرتك رسمة أنا حامل الرجالة دلوقتي. زي ما الراجل بيقول للست كل يوم في السيشن اورس قبل النوم هيجي الزمن على كل الولاد بيطبطبوا راسه. هيجي الزمن اللي مراتك تقول لك خد يلا القرص يلا تمام؟ خد الحقنه بتاعت كل شهر وفي فاكسينات ضد السكور وفي بلايا ومش عارف انتي 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 ميلي. طيب كمل. بيعمل ايه يا دكتور محمد عندي السي او سي حضرتك على الجي اي تي؟ شايف؟ بيعمل شوية موزيا اند بوميتنج كسايد افكت. الرمز الاحمر بتاعت الاستروجين. ايه؟
طب والنوزل برومبتنج دي تفكرني تفكرني بالحوامل. تخيل بقى ان الحامل بترجع عندي حضراته بيقول لها غمه نفس اللي هي نزي اول 3 اشهر وهكذا كذلك اللي بتاخد سي وي سي بعد شويه نزل بومبنج اول 3 اشهر. طب ايه يا دكتور بيعمل ايه كمان؟ بيزود عندي الليفر انزيمز الكلاين فوسفاتيز والحاجات دي. ماشي. طب وهتلاقي ان الليفر انزيمز بتزيد في الحمل. بيعمل ايه يا دكتور محمد؟ بيزود شويه الكوليستيزز. يعني ايه كوليستيزز؟ يعني بطيء كله اللي هي بتاعت الجول بلادر والكلام ده. طب بيزود مين اخر حاجه؟ بيزود شويه الهيباتو سيلولار عندي مين؟ ادنوما. طب اخبارنا ايه يا دكتور؟ ابسوليوتلي كونتر اندكيتد فين؟ تعالى بقى الليفر طالما بالاحمر الليفر ديزيز. بس شفت بقى المشرع ابتدى يقول لك ايه؟ اصل انا لو جيت ضربت لك الليفر مصر كلها عندها مين؟ عندها مش الليفر، قلب العزيز فلاحين الجلد والبتاكتس سي زينا احنا اللي بنتعلم عن منتجات الدم وبتاع. فكل الستات اللي عند 40 سنه عارف يقول لك اكتر حاجه بتعمل كوليستيز وجول ستونز ايه؟ خطاب الجراحه لا فورتي فاتي فلفي فلافي فيفي مش عارف جايب حد اللي هم احنا كلنا تخان وما شاء الله تمام ماشي. عشان كده جينا في الاول قلنا ايه؟ ابسولوت كونتر انديكيشن الاول ليفر ديزيز. جه المشرح بالروح يا عم انت هتوديني بدايه ولا ايه؟ لا 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 في الاكيوت ليفر ديزيز بس وذ ماركت امبيرمنت. وعندي حضرتك في ايه؟ في امبيرمنت عنيف يعني ليفر انزيمز ولفات. يقول لي فين كمان؟ في الناس اللي عندهم هيستوري اوف هيباتو سيلولار ادنوما زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا قلنا. اجي اقول له طب استنى استنى ده مصر كلها عندهم حضرتك عندي كوليستيزز. يقول لي لا مفيش مشاكل. قول لي ده في حاجه هناخدها في الحمل اسمها كوليستيزز اوف بريجننسي اما هرمونات الحمل هتقلل بكل. لا يقول لي مفيش مشاكل. قول له طب وحضرتك عندي وجول ستونز كالكلر كوليستيتس. يقول لي بص هو والله يعني هو بيزود بس بص ماشي ماشي ماشي. انما دكتور ريحت قلب احسن اللولا بيعمل لمراته نزيف لان شفت اللغه ماشي ماشي ده ريليتيف كونتر انديكيشن. طب دكتور محمد مراتي جالها هيبتايت سي مراتي جالها بالهرسيس. يا شيخ ما كلنا هو مش هو كرونيك ليفر ديزيز؟ مش الليفر فانكشن معقوله يعني ما هياش ماركت امبير؟ شغال شغال شغال. شافوا الذين انا عايزك بقى تبص في الجدول ده وتقلب كده قرنك وتقف على شعر راسك وتبقى تقابلني لو عرفت تحفظه. يبقى قابلني I shall meet you فين I don't know بس قابلني لو عرفت تحفظه. بس خدت بالك من حاجه الابسوليوت كونترا انديكيشن كلها باللون الايه؟ الاحمر وكلها بتاعت مين؟ ما تيجي نشيل الاستروجين ابن اللذينة ده ما تيجي نعمل اقراص اسمها ايه؟ يا ولد ما انا حالا هفاينلايز الحصه حالا. هو دي الكارثه دي الكارثه بقولها للمره الثانيه عشان نحفظها مع بعض. ماشي يا دكتور اهو 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 دول الابسوليوت كونترا انديكيشن. انزل من تحت بقى ايه اللي تحت حضرتك عندي؟ اليوترس السيرفكس الفاجينا. خير يا دكتور في اليوترس بيعمل ايه؟ عم يعمل مشاكل مع الدوره. خير يا دكتور في السيرفكس بيعمل ايه؟ عم يعمل حضرتك عندي زياده في افرازات الميوكس. خير في الفاجينا بيعمل ايه؟ في البينس الجول على بيأثر على الليبيدو الليبيدو هقول لك دلوقتي حالا. يلا امسك واحد واحد شايف الرسمه بتبقى منصه. الدوره بيعمل ايه يا دكتور؟ يا اما يقلل يا اما يزود. طب يلا يا دكتور محمد بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه عندي حضرتك قال انا مش عايز ارسمهم الاحمر باحسن تفتكر ان هم تبع الايه؟ ابسوليوت كونتر انديكيشن. يعني ايه يا دكتور؟ الدم يلا يا ريس بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن الدم يزيد يزيد على هيئه ايه يا دكتور محمد؟ يزيد عندي على هيئه سبوتس. يزيد عندي على هيئه حاجه اسمها بريك ثرو بليدنج. يعني ايه سبوتس؟ يعني الست وهي بتاخد ال 21 قرص بالمنظر ده ايه اللي بيحصل؟ ايه تقول الحقيقه دكتور حماده نزل شويه مضادين دم هنا. عادي دكتور حماده جه على اليوم 16 17 نزل عليها مضادين دم هنا. لا خلاص عارف بينزل عليك دم ليه؟ يقول لي لا ليه مش فاهم؟ يقول لي اكيد الكونتنت بتاع الاقراص في دمك ايه؟ قل. ما هو لما الهرمون بيقل الحنفيه فتح. تقول لي ليه يا دكتور محمد؟ بص اي دونت نو ممكن يكون الابزوربشن بتاع الجي اي تي اتاثر في اليومين دول او اليومين دول. ما
وحضرتك كل شويه فيفرش وسخنت. واللي على فكره اي حد لو بصيت له علمك بقى شغل السوق، لو بصيت له كده وعملت اقناع هيفضل هو برضه يهز في راسه. عارف زي ما بتبعت فايل من حته لحته، وانت لما تعمل كده لحد دي وسيله اقناع جايه، يفضل يعمل لك كده خلاص داونلود كومبليت تمام. او حضرتك تلاقيك سخنت، ومين ان انا ما بسخنش؟ ليه جالك شويه برد؟ وشو كلام الصياعه بقى بتاع اصل امبارح الدنيا كانت ساقعه قوي، تقول لك تلاقيك كنت بقى شكلك كده بتحب التكييف، اصل كلمه ايه ده عندي تكييف في اوضه النوم، ده الدكتور ده مستنضف قوي تمام؟ مفيش شغل سوق كده ابتدي اعلمه لك شويه بشويه. خلاص يا ست مش مهم، طالما حضرتك نزل نقطتين دم معناه في لهو بالي ان الليفل بتاع هرمونز ايه؟ قال وانت ذا مانجمنت؟ الحمد لله المشرع حاطط لي استراديول 20 مايكرو جرام 30 مايكرو جرام 35 مايكرو جرام 50 مايكرو جرام، في لو دوز واي دوز، والبروجسترون في فيرست جنريشن سكند جنريشن ثيرد جنريشن فورث جنريشن. ده حاجة بسيطة جدا من غير ما العب في الدواء، اديها دواء تاني بجرعة أخرى، ولا بدل ما تاخد قرص خدي قرص بس، فترة تلاقي عليك نقطتي بدل قرص خدي قرص. طيب المشاكل دي كومن جدا. طب يعني يا دكتور محمد بريك ثرو بليدنج؟ نفس قصة السبوتنج دي بس على شكل أبشع. يعني إيه على أبشع؟ يعني حضرتك مش نزل بقى وهي ماشية تاخد القرص، إيه اللي حصل عندي؟ بركة دم. ده معناه إيه حضرتك عندي بقى مش شوية نقط، كل ده بركة دم؟ معناها حضرتك عندي ان الليفل بتاع الهرمون ماله؟ قل جدا، قل جدا. طب هتعمل ايه؟ نفس الكلام برضه هنضطر نزود مين؟ الجرح. دي ممكن ابو سبوت دي اقول لها كلمه حينه ما تلاقيش. طالما نقطتين كبرت دماغك ويطلع صلى يدق. حضرتك ده في فرق بين الحيض والاستحاضه. دي هي استحاضه مش وايت سبوتس كده عامله ستين بسيط بقع بسيط على الاندر، يقول لك انت استحاضه يا بنت مش عايزه تصوم اثنين وخميس مش عايزه تصلي. لا 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 ده بريك ثرو بليدنج شبه الدوره كتير. فبالتالي بدل فعلا تاخد قرص تاخد ايه؟ قرصين. هتلاقي الكلام ده اكتر حصل فين؟ حصل مع الاقراص يا عيني يا عيني اللي اسمها تراي فيزي، فاكرينها؟ اللي احنا كنا فاكرين انها حلوه نيرر تو ذا نيتشر. اكتشفنا ان اللخبطه دي والطلوع والنزول انك تمشي خمس اقراص لهم ابيض، مش عارف ست اقراص لهم رمادي، 10 اقراص لهم بني، ابيض رمادي بني، 5 6 10 اجمعهم كده كلهم يطلعوا فيها 21. لا اكتشفنا ان السيطره على الدوره مش قد كده. مش كده بقول لك لو رحت السوق احسن اقراص ايه عندي؟ مونوفيز. مين اللي تريح البني ادم؟ يطرقع من اي حته. طبعا ايه يا دكتور محمد ان الدوره وحضرتك تقل؟ اول حاجه ان العيانه تيجي تشتكي لك وتقول لك انا عندي يا دكتور محمد هايبو منوريا، انا الدوره عندي بقت خفيفه. بليز قول لي واي، بليز مانج واي، لان حصل ايه في الاندوميتريوم؟ اتروفي. طب بليز مانج ري اشورنس يا ماما، ده عادي مع الاقراص، ده هي بتنزل لحضرتك عندي دمها خفيف ولطيف وظريفه ومن غير الم. فعلشان كده حضرتك انت لازم تنبه على العيانه، اصل هي تتصل بيك بعد كام يوم وتقول لك دكتور الدوره بتنزل، لا دم الدوره اللي انا متعود عليه ولا ريحته ولا شكله ولا منظره شغل وعارفين حاجات كده، تقول لها عادي عادي يا شوز مش مشاكل خالص. لا يا دكتور بس ده انا متضايقه، فين ايام الدوره بتاعتي؟ بتقعد اربع خمس ايام وفين الالم؟ ده انا ساكنه هنا في اخر مانيا كان السريخ ده كان حي كله بيعرف ان عندك ايه يا ماما، ايه العرض ده؟ ايه العرض ده؟ تمام. خلاص لو ده مضايقك ارجع لي ارجعي بطلي قراص خلاص، طالما انت عبيطه كده ده انا بقول لك ده حاجه مفيده. It's very beneficial في النقطه دي. او تيجي العيانه تقول لي ايه بقى؟ حصل لي ايه حضرتك عندي؟ امينوريا. يا نهار اسود. يعني ايه امينوريا؟ يعني يا دكتور محمد اما بطلت السبع قراص نزلت لي دوره ولا ما نزلتش؟ ما نزلتش. طب افرض ده حصل لمراتك. What is your management؟ What is the first management؟ pregnancy test طبعا ما نزلتش الدوره حضرتك، يبقى على طول تبقى مراتك ايه؟ حامل. يبقى اول حاجه هنعملها حضرتك عندي بيت اس جي لو ما نزلتش الدوره. الله، وهي مرات ممكن يا دكتور تحمل على الاقراص؟ اللي يقول لي نسبه كام يبقى جامد؟ اوبن فرونت 1 بير 100 هيومن يير ذا فيلير ريت. الله، طب وغالبا حملت على الاقراص، ضعف الاقراص ولا عيب منها؟ It is more the patient failure rather than a CVC failure. طب ايه اللي حصل لها خلاها عندي تحمل؟ نسيت، ونسيت ان هي نسيت زي ما انا من امبارح ما نمتش طول الليل عشان افتكر انا خدت قرص الضغط بتاع امبارح ورحت واخد الصبح، وقلت خلاص خدت امبارح وخدت الصبح مفيش مشكله. ما انا اول لما بفتكر
عندي بروح اخد الكورس. ده اللي انا عملته والله العظيم بالنص كورس الضبط بتاعي. طيب الحاجه الثانيه ممكن تكون حملت علشان اخدت الكورس ورجعته، كانت سخنه شويه وحصل لها هايبر ميتابوليزم، كانت بتاخد انتي بايوتيك وحصل لها عندي هيباتيك، عندي كان اسمه ايه؟ ايه اندكشن بانك ريزلت اندكشن ريزلت ما اعرفش ايه افكشن في الليفل. هاي طب ادي ده نوع من الامينوريا سبع ايام فري. نعمل ايه يا دكتور محمد؟ ولا حاجه، لو طلع البيت اس جي نيجاتيف عدي ريلا سبع ايام وترجع تاخد الاقراص تاني. مش مشاكل خالص، عدي السبع ايام فري. امال علقت ليه يا دكتور؟ الله اعلم. كبر دماغك. ايه ده هو في نوع تاني من الامينوريا؟ اه ده نوع جميل قوي اسمه بوست بيل امينوريا. هتسمع عنه قبل كده؟ او ممكن تكونوا قريتوه بس انا ما قلتوش في الامينوريا. تمام؟ يعني ايه بوست بيل امينوريا؟ يعني واحده ست بتاخد اقراص وانا بقالها اربع خمس بقالي باربع خمس سنين باخد استروجين وبروجسترون والاثنين استروجين كابسين على نفس مين؟ الال اتش والاف اس اتش. عاملين عليه نيجاتيف فيدباك نيجاتيف فيدباك نيجاتيف فيدباك. شلت الاقراص بتاعي والكبسه على الال اتش والاف اس اتش فضلت ايه؟ مستمر. يعني ايه بوست بيل امينوريا؟ مش معناه الحته دي، ده دي السفن ديز فري اللي تشك ان مراتك حامل طلع الاختبار نيجاتيف تكمل الاقراص عادي مفيش مشاكل. لما بوست بيل امينوريا معناه ان الافكت بتاع السي او سي مكمل شهرين ثلاثه. ان النيجاتيف سبريشن على الال اتش والاف اس اتش عندي مكمل لسه عندي شهرين ثلاثه. بس كده. يعني النيجاتيف افكت اوف سي او سي اسم بروجسترون اون ال اتش والاف اس اتش مكمل شويه مكمل شويه. طب ساعتها حد عارف احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل ايه؟ جيلي بعد شهرين ثلاثة بديها بروجسترون اعملها ويزدرون. بديها عندي اي لو بروجسترون اربع خمس ايام يعمل لها حضرتك عندي ويزدرون. وحكاية ان ازاي اعمل ويزدرون بليدنج للستات دي انا لسه ما قلتهاش على فكرة. قبلنا درس الامينوريا ودرس البليدنج لو تاخدوا بالكم ما تكملوش. لان علشان يكملوا انا كنت حاسس ساعتها ان انتوا الدنيا كبرت قوي، كان لازم اخلص المنهج باسلوب معين نفتح فكر حتت كتير قوي انفرتيد اندفيدوز فبرول، بعدين ارجع لهم هتلاقي الدنيا اسهل، ارجع لهم بقى نهايه امتحان شفوي وشيت وسلايدز وارجع ساعتها يبقى الاستيعاب بتاعك احلى بكتير. ماشي يا دكتور محمد، كمل. تعرفوا حاجه اسمها ليكو ريا؟ اه يعني ايه ليكو؟ يعني ابيض، ريا يعني ايه؟ الشارج. والراس منع الحمل بتزود شويه النورمال ديشارج بتاع. طب وانت ليه رسمه عند السيرفيس يا دكتور؟ اصل هو المين ديشارج بتاع الست جاي من الاي جلاندز من السيرفايكال جلاندز. علشان كده حضرتك الاقراص دي بتعمل سم سورت اوف كونجشن احتقان فبتزود شويه الاقراص بتاعها. طب يا دكتور محمد والليبل يا دكتور محمد؟ الله مش قلنا البروجسترون بيعمل اكتئاب فالبروجسترون بيقلل شويه مين حضرتك عندي؟ الليبيدو السكشوال ايه عندي؟ ديزاير. طب ايه حكايه الجلد؟ انا مش عارف ارسمه فين الجلد ده. طب والجلد يا دكتور محمد ايه؟ اه والله انت مراتك الحامل اصلا هتلاقيها ابتدت تلون. هيجي لها حضرتك ايه في الحمل عندي؟ هيجي لها فاكر كل وزنه؟ فاكر حضرتك عن اللي هي الفراشه اللي على الوش دي بيسموها الكلف؟ فاكر عندها بسم الله ما شاء الله انت ماضي على عقد مع باباها مع حماك على لينيا قلبة واخدها بيضة انما بعد تسعة اشهر بتطلع لينيا ايه؟ لينيا نجرة. تمام؟ هتطلع سمراء. هل عارف لينيا قلبة ولينيا نجرة دول فين؟ خط ده والحوامل بيستغربوا جدا ايه يا دكتور انا اول مره في حياتي لا هو حضرتك كان موجود من زمان بس انت مش شايفاه وسواد ليه يا دكتور؟ معلش عشان بلاقي مونوسايد ستيبليتيك هرمون لايك برودكتس اللي بتطلع في الحمل، ابنك بياخد دون يا ماما، ابنك بياخد دون. طب يا دكتور هرجع ان شاء الله بعد الولاده، احنا بنقول لهم هيرجعوا لكن هيقتل الامر. لا هم بيرجعوا بس يعني 90% كل حمل هيسمر مرادك سن، كل حمل مش كده لازم تتجوز واحده بيضاء قوي مش تكمل معاك بقيه حياتها هرمون شويه، تمام؟ كل وقت يلا بلد فنجان كل واحد ويجي لها ايه يا دكتور محمد؟ ويجي لها حضرتك عندي اكل وهرشتزم يا نهار ابيض يا دكتور انا عارف والله لو حضرتك كنت عند 18 سنه 16 سنه فتره المراهقه جالك شويه حب شباب في الحمل يرجعوا تاني نفس الوضع زياده هرمونات هرشتزم كلهم يقول لك شعر البطن يا دكتور عبد العزيز يقول لك شعر البطن ابتدى يزيد وبتاع طب وبعدين يا دكتور نعمل ايه للكلام ده؟ والله بص اللي يجي لهم الكلام ده بالذات الاكل والهرشيتيزم
كان ليها علاج حضرتك اسمه ديان. اللي يقول لي مين ديان ده يبقى معلم. ايوه اختره يوم عيد ميلاد رائد فتح الديان الامير شارلس سنه 81. كان ايه حضرتك عندي برافو عليك. كان في ماده حضرتك اسمها سبريتيرون اسيتيت. كانت شبه البوتاسيوم سبيرنج دايوريتيك اللي اسمه ايه يا محمد؟ سبايرونولاكتون. اخبرهم ايه السبريتيرون اسيتيت اللي شبه السبايرونولاكتون؟ ماده بروجستوجينيك وانتي اندروجينيك في نفس الوقت. يعني ايه بروجستوجينيك يا ابو حميد؟ بروجستوجينيك ادي السبريتيرون اسيتيت اللي فيه. تمام؟ بروجستوجينيك يعني البروجسترون كونتنت اللي فيها حضرتك بيعمل ايه؟ بيعمل نيجاتيف فيدباك على الال اتش. طب وايه مشكلة مع النيجاتيف فيدباك؟ اصل الال اتش هو ده اللي بيشتغل على مين؟ على التيكا. فبقلل الشعر. طب وفي نفس الوقت السبريتيرون اسيتيت ده انتي اندروجينيك. طب يعني ايه حضرتك انتي اندروجينيك؟ يعني ضد عندي الريسبتور بتاع الشعره وضد الانزيم. يا رب لو حد افتكر اسمه تنسينج 5 الفا ريدكس. طب يا دكتور محمد هو ديان ده انت واخد سهم ليه؟ اصل هم حطوا عليه ايثينايل استراديول. هتلاقي هنا مكتوب 30 مايكرو جرام. اللي عنده ذاكره فولاذيه هناك في الريجيستر كان مكتوب 35 مايكرو جرام. ديان 35. يعني انا بلعب بجرعه الاستروجين زي ما انا عايز. طب وليه حطينا استروجين يا دكتور محمد؟ علشان السيطره على الدوره تبقى احسن. هتشوف دلوقتي. احفظ بقى الكلمه اللي انا بقولها دي. علشان ايه يا دكتور؟ عشان السيطره على الدوره تبقى احسن. عشان كده حطينا مين؟ استروجين. شوف اللي انا اقوله لك دلوقتي. السيطره على الدوره احسن. شوف اللي انا اقوله لك دلوقتي. ايه يا دكتور كميه المصايب اللي انت قلتها النهارده دي؟ حصه بشعه جدا لان السي بي سي ده بشع جدا. هو اصعب حاجه في الكونتراسبشن عند حضرتك. بيجي لك في اخر السنه عند حضرتك ديسكاس سايد افكت اند كونتراديكيشن. يلعب في الام سي كيو كتير قوي بالابسولوت وريت كونتراديكيشن. ما بلاش يا دكتور ما بلاها. ما تيجي يا دكتور نشيل الشيء المؤذي. يلا يا اولاد ايه الشيء المؤذي؟ الاستروجين. وندي الراس فيها مين بس؟ بروجسترون اونلي بيلز بس. والله العظيم فكره رائعه فكره رائعه. دكتور محمد انت ما تدي الراس فيها بروجسترون اونلي تمام؟ سواء عندي بقى حضرتك الليبو نورجسترول او سواء النور ايتستيرون. الليبو نورجسترول ده كان كان انهي جنريشن؟ سكند جنريشن برافو عليك. او سواء النور ايتستيرون تمام؟ ماشي ايه الاخبار؟ فقدت شيء مهم جدا خير. فقدت حضرتك المين ميكانيزم اوف اكشن بتاعي. هو المين ميكانيزم اوف اكشن بتاعي كان معتمد على مين؟ انهبيشن اوف فورميليشن بسبب مين؟ الاستروجين. الله. امال بروجسترون كل بيلز بتشتغل ازاي يا اولاد؟ كبروجسترون. يلا يا اولاد قولوا لي بروجسترون بتاع الكسل بيكسل مين؟ السبيرم موتيليتي وكاباستيشن. بيكسل مين؟ سيرفايكال ميوكس ويخليه بيست. بيكسل مين؟ اندوميتريوم ويخليه اتروفيك. بيكسل مين؟ التيوبال موتيليتي. طب بيعمل انهيبيشن اوفوليشن. لا انت فقدت نص قوتك فقدت الاستروجين. يبقى جدع اللي يقول لي بيعمل انهيبيشن اوفوليشن بنسبة كام بس؟ 50%. برافو عليك. خليها 60% علشان تبقى ماشيه مع الكتاب الاسم. برافو عليك. تمام انهيبيشن اوفوليشن 60% بس مش في كل الاحوال. هاي الله. امال ايه المين ميكانيزم اوف اكشن يا دكتور حمد؟ المين ميكانيزم اوف اكشن از ثيك سيرفايكال ميوكس. ايه يا دكتور محمد؟ ده ميكانيزم اوف اكشن كلام ولا اي كلام؟ اي كلام. ميكانيزم اوف اكشن خفيف. ما هي دي الميزه من هذه الاقراص. ان هذه الاقراص تقيله ولا خفيفه؟ خفيفه. بيسموها ايه يا دكتور محمد عندي في السوق؟ بيسموها ذا ميني بيلز. في السوق ايه؟ ده في الفارما انتوا خدتوها على الاسم ده. اسمها الحبه الدقيقه. ذا ميني بيل بتشال منها مين؟ استروجين. خفيف تمام. طب واخباره يا خبيب؟ بقى عيب كبير قوي يا دكتور محمد. الميكانيزم اوف اكشن بتاعه على الكونتراسبشن بقى اي كلام. طب هنحل الموضوع ده ازاي؟ نحله ازاي؟ عارف الحل الوحيد ايه؟ ان هي تخلي السيرفايكال ميوكس تخين طول الوقت طول الوقت طول الوقت طول الوقت. وده العيب الاساسي في البروجسترون ان البيل. ان هي لازم تتاخد كل يوم. كونتينيوسلي. بدون توقف. نعم. حتى اثناء نزول ها 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 الدوره. حتى اثناء نزول الدم.
بدون توقف يوميا حتى اثناء نزول الدم، ويستحسن في نفس الميعاد، ويستحسن في نفس الميعاد. لو في نفس الميعاد ده نحمد الله ان في حضرتك ادويه نزلت جديده في مصر من سنه بس، لا زال ما تغيرش موجود. الادويه اللي كانت موجوده في مصر قبل سنه الساعه 10 بالليل، يعني 10 بالليل كنت بديها هامش من الخطا ساعتين، ممكن تاخديها 8 9، ممكن تاخر فيها 11 12. دكتور لو جات الساعه واحده ويعني متاخر 3 ساعات من ساعتين وما خدتش قرص بتاع البي او بي، ايه الاخبار؟ تحملي ساعتك. درجات السرفايفل تحملي على طول، تحملي على طول. الاقراص الجديده فيها هامش من الخطا اللي هي دكتور اب تو 10 12 ساعه، الاقراص الجديده الميعاد فيها ممكن اب تو 10 12 ساعه. طب دكتور محمد حرام عليك، ليه العذاب ده كله؟ ليه تتاخد كل يوم بدون توقف حتى اثناء نزول يستحسن في نفس الميعاد؟ عارف ليه؟ مجبر اخاف لا بطل. انا حدي العيانين، حدي مين البروجسترون اللي في العيانين اللي مش عايز فيهم مين؟ الاستروجين. اللي يقول لي مين يبقى جامد؟ القلب والثدي والكبد. What are the indication for progesterone only pills؟ اللي عندهم history of myocardial infarction DVT مش عارف ايه بتاع، كل الناس اللي عندهم المشاكل حضرتك في القلب دول، الناس حضرتكم الكبار في السن على فكره السي او سي، السي او سي عشان الضغط والديابيتس ومشاكل القلب، يستحسن ان هو ما يتاخدش بعد كام سنه؟ بعد 35 40 سنه، تمام؟ مستحسن ان هو ما يتاخدش عندي اكتر من 40 سنه او اكتر من 35 لو حضرتك ماما الحاجه اوبيز، او لو حضرتك ماما الحاجه بتصدر سموكينج يعني، تمام؟ لكن يبقى في العيله كده اروح واشيك على خالتي وخالتي، تمام؟ لو لقيتها معديه ال 40 ولسه سرحانه بالسي او سي، لا خالتي ارمادي شويه، اجي لك ضغط، اجي لك سكر، اجي لك براست كانسر. لو خالته تخينه، لو خالته بتصدر، تمام؟ 35 سنه سكوبر. شفت لمين؟ شفت بقى للبي او بي بقى. طب والمين كمان يا دكتور محمد؟ ده المين انديكيشن فور بي او بي، اللي يقول لي مين يبقى جامد. بسم الله راس الرضاعه. استغرب جدا، اصل هتقول لها بتاخدها كل ايه؟ كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، يقول لك الله. بس انا اعرف يا دكتور الاقراص العاديه بتتاخد قد ايه؟ واحد يشيل يقول لها لا ده العادي، انما الاقراص دي اصلها خفيفه، فلازم حضرتك تاخد كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم بالمنظر ده طول ما انت بتكملي فتره ايه؟ فتره الرضاعه. وتقول لي يا دكتور ما فيهاش عيوب، يبقى دي حضرتك الايه؟ الادفانتج. ما فيهاش حضرتك عندي عيوب، ما فيهاش عندي حضرتك ديس ادفانتج، لا انا عندي تو ميجور ديس ادفانتج. واحد، انا حضرتك مور انسيدنس فور اكتوبيك، هتفاجئ؟ واحد، اقل الموتيلتي في نفس الوقت مش دايما بضرب الايه؟ بضرب التبويض، تمام. واثنين حضرتك عندي، طب استنى خليهم ثلاثه، والفيلير ريت عندي اخبارها ايه؟ هي اس بي سي ولا اكيد اكتر؟ هاير سن، اعلى سن، اكيد الفيلير ريت عندي هاير سن. والاكتوبيك عندي بريجنسي، بقول لك الانسدنس بتاعه اكبره ايه؟ بيزيد. ومشكله المشاكل بقى، مشكله المشاكل، ايه يا دكتور محمد؟ منسترول ريجولاريتي. ليه يا دكتور محمد منسترول ريجولاريتي؟ فين تظبيط الدوره هنا؟ فين تظبيط الدوره؟ انت علشان تظبط الدوره يو ماست بي ادمير تو ذا بوسيبل تو ذا نيتشر. طب النيتشر بيقول ان في استروجين ومين؟ بروجسترون. هنا انت بتدي بروجسترون بس، وبعدين بتدي بروجسترون عندي 21 يوم تسيبه اسبوع ولا على طول؟ على طول على طول. لعلمك لو انتوا جامدين تقولوا لي الست دي متوقع يجي لها الدوره ازاي؟ اللي جامد ايه؟ ممكن تجي لها الدوره عادي على فكره كل شهر، رغم انك تاخد الاقراص كل يوم وبنفس الكميه، بس الرحم له حاجه عند الناس اسمها ذاكره الرحم، هو متعود على كده. كل شهر يجي لها الدوره عادي، ادي احتماليه. الاحتماليه الثانيه تجي لها دوره كل شهر بس الكميه بتاعتها خفيفه. الاحتماليه الثالثه ان يجي لها توتال امنوريا اتروفي. الاحتماليه الرابعه تفضل توتال امنوريا طول الوقت لكن كل بين حين واخر يجي لها سبوتس. سبوتس، برافو عليك برافو عليك. وساعتها ايه تفسير سبوتس؟ ان كميه الهرمونات ايه؟ قلت، برافو عليك. او حضرتك يجي لها امنوريا طول الوقت وكل شهر يجي لها، والتاني مين؟ بريك ثرو بليدنج. طب الكلام ده كله اسمه ايه؟ منسترال ريجولاريتي.
ده لا يتخلي الست تتخرق بعد سنة ونص الرضاعة او سنتين الرضاعة وتقول لك يا دكتور كفاية بقى الدواء اللي ملوش سيطرة على الدورة ده. على فكرة علشان تسيطر على الدورة كويس لازم تزود مين؟ اما عليك. طب ما تزود استروجين يلا بس عليك ده انت بتديها اساسا عشان مين؟ طب كل دي ليه جواب ياخد الفيكس بونس بتاعت النهارده بس اول واحد. انا لو واحده جت اشتكت لي ان هي عندها منستر ريجنرتي بسبب البي او بي قلت لها اصل احلى سيطره على الدوره لازم اضيف مين؟ استروجين. لو اضفت لها استروجين هتحمل اللي يقول لي ليه؟ هاخد الفيكس بونس. مين اول واحد قال سيرفايكا ميكوزا؟ برافو. ان المين ميكانيزم في اكشن بتاعك البيست سيرفايكال ميوكس فالاستروجين هيخليه ايه؟ ووتري والاسبيرمز هتطلع. يو ار كلامر هاي شاطر. طب دكتور بس البي او بي دي فيها عيب رهيب 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 قرص كل يوم كل يوم كل يوم لما يمشي مع الروح المصريه ولا لا؟ ما يمشيش. امال يمشي ايه اكتر مع الروح المصريه؟ تاخد حقنه وتكبر دماغها تاخد عندك. ايه دكتور اللي بتقوله ده؟ اللي بقوله ده هو التطور الطبيعي بتاع الحاجه الساقعه في الهرمونات. يعني شفت عندي ابتديت اشتغل ازاي؟ عملت كده لقيت الاستروجين عامل لي مشاكل شلته، لقيت البي او بي ده خفيف فبضطر اخده ايه؟ كل يوم بدون توقف حتى اثناء نزول الدم واستعصب نفسي معاه صداع 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 صداع. لو في يوم ما خدتش القرص هنا بيقول لك لو في يوم ما خدتش القرص اول لما تفتكر خد القرص صح؟ هنا مفيش حكايه اسمها لو في يوم ما نسيت القرص، ده في حاجه اسمها لو في يوم ايه؟ اتاخرت عن القرص. ده انا بقول لك نفس الميعاد. طب افرض واحده بي او بي ونسيت النهارده القرص، تاني يوم ايه؟ حق. هنا بقول لك ممكن انسى، انما هنا حضرتك لا ده مفيش تاريخ، ده انا محتاجه بقول لك بنفس الساعه. هي تقول لي نسيتي القرص في اليوم اصلا؟ لا 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 دكتور شوف كل ده انا بشرحه لعيال، ده اسمه كونسلنج. لا 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 ما تستحملش. ده انا حضرتك ده انا بس اسمه جوز ايه؟ ده هو اسمه احمد، مره جاي قلت له ازيك يا حسين؟ فلا لا ما ينفعنيش كده، طب خد يلا حقنه. حقنه اخبارها ايه؟ حقنه بقى تبقى خفيفه ولا قويه؟ علشان تفضل شغاله لمده قد ايه؟ 3 اشهر. عشان كده بتبقى مخزنه مخزنه ديبو. حقنه حضرتك عندي 150 ملي جرام. اسمها ايه حضرتك؟ اسمها ذا ديبو ميدروكسي بروجسترون اسيديت. ميدروكسي بروجسترون اسيتيت ده في حد ذاته بروجسترون. ميدروكسي بروجسترون اقدر اخده على ايه؟ راس. اما نرجع للشابتر البليدنج بقول لك اللي ما فهمتوش ده تلاقي اسمها راس بروفيرا. تمام؟ بروجسترون بروفيرا. لكن اما احطه بشكل مخزن بقى في العضل يفضل عايش 3 اشهر اسمه ديبو ميدروكسي بروجسترون اسيتيت. طب يا دكتور ميزته الاساسيه ان هو بيتاخد ايه؟ حقنه عضل كل يعني تاخد الحقنه كام مره في السنه؟ 4. وزارة الصحة في البتاعات بتاعتهم عيادات التوحيد والنور بالهلال والنجمة دي بيجيبوا لهم كده فايل او بيبعتوا لها على الايميل او على الواتساب بحيث انها تفتكر قبليها بكام يوم. تمام؟ ومن كتر ما هو قوي يا دكتور محمد المين ميكانيزم اوف اكشن بتاعه عبارة عن ايه؟ انهيبيشن اوف اوفيليشن. رغم ان هو بروجسترون بس طب اشمعنى طب ما ده بروجسترون وده بروجسترون ليه قلت هنا سيرفايكال ليه قلت هنا خفيف وقوي؟ خفيف وقوي. حد بياخد باله من السطور؟ الدكتور معاه ديبلوم دروكسي بروجيسترون ده مكتوب عندك 3 اسطر. خدت بالك من السطور؟ مين ميكانيزم اوف اكشن انهيبيشن كونفليشن. دلوقتي فهمت ليه؟ علشان هو حضرتك عندي قوي قوي ماشي يا دكتور. ومش مكتوب عندك هو بيتاخد لمين؟ بس شور هو بيتاخد للناس اللي عندها مشاكل ايه؟ الاستروجين. برافو عليك برافو عليك. ومش مكتوب عندك هو حضرتك عندي مشاكله ايه؟ بس شور مشاكله. يلا يا ولاد اخبار الفيلير ريت هاير ولا لور؟ لور ليه؟ عشان اقوى. طب بيحصل معايا اكتوبك ولا لا؟ ها؟ لا ليه؟ عشان انهبيت كوبوليشن. امال ايه مصيبته الاساسيه؟ منسترال ايريجولاريتي. برضه طالما ما فيش استروجين توقع دائما وابدا ان في ايه؟ منسترال ايريجولاريتي. لدرجة ايه؟ لدرجة كاتب لك رقمين عندك هنا. قايل لك عندي بحلول تقريبا السنة هتلاقي 70% من الناس عندهم ايه؟ اهمنوريا. بحلول حضرتك 1 year
هتلاقي عندي 70% من الناس عندهم اكبرهم ايه حضرتك عندي اميتريت زيجا. على فكره دي حقيقه، لان من كتر قوته بيعمل ايه جامد جدا على الاندوميتريوم، اتروفي رهيب. طب والامينوريا اللي على الاندوميتريوم، الاتروفي اللي على الاندوميتريوم ده اللي عامل الامينوريا، يا ريت الست تبقى مستمتعه بهذه الامينوريا. ده من كتر الاتروفي ممكن كل شويه يحصل ايه عندي ألسريشن، ويحصل ايه عندي سبوتس منستر الرجلات منستر الرجلات. فده العيب الاساسي اللي عندي. يقول لك لا يا دكتور لا حرم، انا مش عايز حضرتك الدواء اللي بيعمل عندي لخبطه على الدوره، ده بيمشي بحضرتك بطنه الرحم تماما وكل شويه يحصل ألسريشن من كتر الاتروفي فممكن ينزل عندي سبوتس. لا يا دكتور محمد لا، الدواء ده تقيل جدا، علشان كده الريفرسابيليتي بتاعته سهله ولا صعبه؟ جامد اللي يقول ده، دي اكبر مصيبه فيه، الريفرسابيليتي صعبه. يعني ايه الريفرسابيليتي صعبه؟ ما ينفعش ابقى انا حضرتك باخد حقنه كل 3 اشهر وشغال على كده بقالي سنتين طول ما جوزي في قطر، وجوز حضرتك بيقول لي ايه؟ انا راجع جسم السنه، راجع حضرتك يوم 29 يناير هقعد معاك اسبوعين ونفسي بقى اجيب عين بقى، انا جالي فلوس نفسي اجيب العين الرابع بقى، تمام؟ عارف لو هي واخده النهارده الحقنه الحقنه تمام؟ دي هتشتغل لمده ايه؟ 3 اشهر. ينفع تحمل ولا لا؟ واللي دخل ما يطلعش. خلاص اوفر. طيب امال يا دكتور على بال لما نستأنف التبويض تاني وعلى بال عارف فيها قد ايه؟ سنه. شكرا للريسابيليتي ده اللي بيجي في الام سي كيو رغم ان شاء الله عندك كتاب جابت قد ايه؟ من 9 شهور ل 12 شهر. يا نهار ابيض، يعني علشان المدام تحمل لازم سعادتك تبلغنا قبلها ب 9 شهور على بال لما الاتروف الفظيع. السي ام سي الريفرسابيليتي عباره عن ايه بتاعتها؟ ايميديت البي او بي. مش هتقول ده لو نسيت فرصه ثاني يوم تحمل ايميديت تمام؟ انما الانجكتبل الحمل عليه صعب، الريفرسابيليتي صعب تمام. وبيعمل ايه يا دكتور الحاجه الثانيه حضرتك عندي؟ ويقول لك يا دكتور بلاش حضرتك الدواء اللي الستات بقى اللي بتقول كده كانوا اللي بيربي ميه تحت الجلد. حد عارف يعني ايه بيربي ميه تحت الجلد؟ يعني قديمه بروجستيرون مخزن يروح الاندروجين. بلاش يا دكتور الدواء ده اللي بيجيب اكتئاب مود عندي مين شينجز. بلاش الدواء ده يا دكتور اللي حضرتك بيأثر على الليبيدو الرغبه في العلاقه الزوجيه. لا دواء دواء دواء، انا عن نفسي كتبت كم مره في حياتي هذا السنه دي احتفل باليوبيل ال 20 سنه مين اليوبيل دي المهم بمرور 20 سنه لتخرجي سنه 94 عمري ما كتبت حضرتك عندي الواحده انجكتبل. لا يا دكتور امينوريا ريفرسبيلتي صعبه ويت جين اشتمونا انا في الاخر. يقول يا دكتور انا متجوزه 59 كيلو دلوقتي داخل على 99 كيلو 40 كيلو زياده. قول يا دكتور محمد انا بعض عيالي بالليل وهم نايمين انا بقيت مكتئبه انا مش مخلفه ثلاث انا مخلفه ثلاث كلاب. اللي بده يا دكتور ما عادش في رغبه انا ما سافرتوش قطر علشان يجيب فلوس انا مش طايقه اصلا. عشان كده بقى حد عنده حل؟ ما تيجي عندي ناخد الفايدتين دول مع بعض. حد يقدر يجيب لي البروجسترون الخفيف اللي اسمه ليبرونجستريل ويحط على هيئه حقنه؟ امبلانت. شفت التطور الاخير اللي حق الساعه؟ عشان كده التطور الاخير عندي هو ايه حضرتك عندي؟ الامبلانت. ايه الامبلانت ده؟ اخد بقى الحسنيين. ايه الحسنيين عندي؟ يلا احنا كده ختمنا الحصه. اخيرا خلصت مره بساعه بدري ما شاء الله. تمام؟ امبلانت. ماشي يا دكتور الامبلانت ده قال لك ما تيجي سعادتك وادي الدراع بالمنظر ده تعالى عندي ناخد الصفتين ناخد ان البي او بي لو انت جامد ان البروجسترون بتاعه ايه؟ خفيف اسمه ليبونورجستر وناخد الميزه بتاعه الانجكتبل. والله جامد موت اللي يقول لي الميزه بتاعه الانجكتبل ان هو ايه اكتنج لونج اكتنج. طب انا اعمل كده في ايه؟ انا حاجه يا سيدي هات الليبونورجسترول الخفيف دوت حط حضرتك عندي حطه في رد. بيقول لك في الكتاب هات بعود الكبريت لايك ماتش ستيك ماتش اي حاجه زي عود الكبريت تمام؟ وتمبلانت ايد تحت الجلد حتى اسمها امبلا نون
امبلانت نون اللي هي نورجسترال يعني تمام امبلانون ماشي يا دكتور. طب وهذه الحقن عباره عن ايه؟ عارف زي ما انت درست في الفارما الحاجات اللي سلو ريليز اخبارها ايه؟ هتلاقي هنا في مايكرو بورز باحجام مختلفه تعمل سلو ريليز يوميا يوميا. اشتغل لمده قد ايه ده يا دكتور محمد؟ اشتغل لمده 3 سنين. طب ايه يا دكتور محمد ميستو؟ الادفانتج يلا لاس ايه؟ لاس ويت جين، لاس مود تشينجز، ولاس ديكريزز ريسك. هيقول لك نوت سيجنيفيكانت، هتلاقي كده بقى في ثالث صف نوت سيجنيفيكانت ويت، وانت ساعتها مش تفهم نوت سيجنيفيكانت بالنسبه لمين؟ بالنسبه لقبله. اذا هو مش كاتبها قبله اصلا. انا اللي اشرح لك، انا اللي فاهمه. اصل المخزن ده بيعمل ويت جين عنيف، بيعمل مود تشينجز عنيفه، بيعمل ليبيدو عنيف. فده حضرتك لاس ويت جين، لاس مود تشينجز، لاس ديكريز ليبيدو. طب يا دكتور محمد واللخبطه على الدوره اخبارها ايه؟ لاس. طب والريفرسيبيليتي يا دكتور محمد؟ لاس. ليه الريفرسيبيليتي لاس؟ لانه خفيف. لانه خفيف. الريفرسيبيليتي عندي اسرع. كل حاجه عندي، كل حاجه احسن، كل حاجه احسن، كل حاجه احسن. ما فيهوش غير عيب واحد، حد عارف ايه هو؟ عمليه جراحيه. عمليه جراحيه. يعني ايه يا دكتور محمد؟ ان انا محتاج اعمل بلوكال انابيسيا ضربه مشرط كده صغيره حضرتك عندي سكالبل تمام؟ على الفور اورم ماشي؟ وايه الاخبار عندي بضربه المشرط دي؟ بيتحط كده بسيرتن بروفايدر اله معينه تحطه، بيتحط عندي سبكوتينيوس بآلة معينة تمام؟ طيب وافرض الست اشتكت لي من اي سايد افكت عشان تشيله عملية تاني ديفيكالت ريموفال. وافرض حضرتك عندي قالت لي عايزة تحمل علشان تشيله عملية تاني ديفيكالت ريموفال. على فكرة التركيب سهل الشيلان صعب. حد عارف ليه؟ بعد 3 سنين بيحصل حواليه ايه؟ تليف فايبروز. ده اللي فيكو متبحر في الطب قوي بيحب يقرا كتير اي فنجان يعني. كان دول حضرتك الاول 6 رودز وبقى واحده. 6 رودز دول انا ياما ركبتهم، واما اجي بشيل بقى بيطلع عن اهلي، اطلع واحده الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، اجي ادور على السته الاول بدور عليهم ازاي؟ انت بوريك الفيلم بتاع اليوتيوب او خش على اليوتيوب تلاقي الدكتور بيحس فين السنت ويفتح مشرط وروح مدخل عارف الارتر المعقوف ده؟ كان بطلع روحها الاول الثاني وجع السادس وفين فين واضطر اعمل اكس راي وساعات وانا باخده بيتكسر مني وافلام. مش كده الحمد لله دلوقتي ان الانفلامون هو ايه؟ واحد بس بيعيش قد ايه؟ 3 سنين. اطلب ده اتخنقت منك قوي. بروجسترون قول لي بيلو بيعمل لخبطه على الدوره، انجكتبل بيعمل لخبطه على الدوره، الانفانس عند الانفلامون بيعمل لخبطه على الدوره. محدش عنده حل يا ولاد. محدش عنده حل. يبقى نحط على البروجسترون ايه عندي؟ استروجين. طب ما البروجسترون محطوط عليه استروجين اصلا واسمه سي او سي. ايه المشكله يعني؟ لا ما المشكله ان الناس كرهت السي او سي لانه بيضطر يتاخد ايه؟ كل يوم. وكرهوا البروجسترون لان السيطره على الدوره بتاعته اي كلام. طب ما عندش حد حل؟ عندي حل. الحل الاخير حط على هذا البروجسترون استروجين اللي يقول لي ليه يبقى جامد. لتحسين السيطرة على الدورة. لتحسين السيطرة على الدورة. لو مش هاخده على هيئة اقراص، هاخده ازاي جنب لو قلت؟ جنب الفاجاين على هيئة باتش. شفت انا رجعت لك صفحتين لورا ازاي؟ تمام؟ ايه يا دكتور محمد؟ ايه الحل الأخير؟ والله ممكن يتحط عندي في الفاجاين. حاجة اسمها بي سي آر. فاجاينال كونتراسبتيف رينز. ده حاجة جديدة نوفي. اللي يقول لي اسمها ايه السوق في مصر بقى جامد. نوفا رينج. مش عشان جديد نوفي، عشان شركه نوفارتس فارما زي ما بقول. نوفا رينج. مش ماشي في السوق المصري. رغم ان ذيس از نمبر 1 ان يوروب. طب حد يقول لي ليه نمبر 1 ان يوروب بيبقى جامد؟ لانه في يوروب الحفاضات بتاعتهم السانيتري بادز بتاعت المنسس از نوت اكسترنال، ات از انترنال جوه واسمها تامبون. تامبونات. هما حاشوا بيدخلوا البنت من وهي عندها 14 سنة وما تقوليش فيرجن، بكلمك على مرة، بنت من وهي عندها 14 سنة متعودة إن هي تحط التامبون دي، فبالنسبة لها ايزي انسرشن ايزي ريموفال، حلقة بلاستيك كده بتروح تختار، دخلها بصباعينها فوق 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 تسيبها تفتح
ولا تضايق في انتركورس ولا تقع ولا اي حاجه. انك لما ناخد بدقه بقى بقيه السنه هتكتشف الفاجينا از بلاس شيب عامله زي الزهريه فوق واسعه من تحت ضيقه. مش كده ايه الزهريه تمام؟ مش كده الرنج يبقى ولا يضايق في الانتركورس ولا اي حاجه. طب وايه الاخبار حضرتك عندي؟ لا ده جميل جدا. ده الست بتحط اول مره في اليوم الثالث الرابع من المنسز او يعني مع انتهاء المنسز يعني ماشي اليوم الثالث من الرابع المنسز بيفضل موجود قد ايه يا دكتور؟ بيفضل موجود عندي 3 ويكس. طب بعد ال 3 ويكس بتعمل ايه؟ بتشيل لمده اسبوع. طب حد عارف في الاسبوع ده ايه اللي هيحصل؟ هينزل دور وبعدين ايه اللي هيحصل؟ تمشي على الاوتوماتيك. هي اول مره بس على الثالث يوم المانيفاكتشر كاتب اليوم الثالث او الرابع في البيت فلت اول ما تكتب الاسم عندك كاتب بعد الدوره ما تخلص بس المانيفاكتشر كاتب الثالث او الرابع انا كاتب بعد الدوره مش فارقه ثلاث اسابيع وايه الاخبار؟ تمد ايديها تلقطه وتسيبه اسبوع تنزل في الدوره وهكذا تمشي على الاوتوماتيك ثلاث اسابيع اسبوع ثلاث اسابيع اسبوع ثلاث اسابيع اسبوع. له ميزه خطيره جدا 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 ان احنا حطينا نسبه الهرمونات اللي في الفاجينال كونتراسبشن رينج تقريبا 10 الهرمونات اللي في السي او سي اللي يقول لي ايه بقى؟ يا ولد على بتاع الفيرست باس معلش اديله ال 50 جنيه والحق بيها تمام تمام ماشي برافو عليك ان ده هاي باي باس البورتال سيركليشن هاي باي باس عندي حضرتك الهيباتيك ديستراكشن عشان كده انت رحت مقلل الجرعه قوي السي او سي جرعه عاليه عشان بتدستروي في الليفر انما دي ميزه جميله جدا يو ويل باي باس الفيرست انت اسمها ايه؟ فيرست انت فيرست هيباتيك باي باس ماشي اوكي بس دكتور يعني معلش انا اوكي بس يعني احط حاجه جوه يعني اسمح لي يعني يا دكتور خلاص خلاص ما تزعجيش نفسك باتش عليا بلازما عليا بلازما باتش 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 ودي تلاقيها مشهوره قوي في جنوب اوروبا يا يعني دكتور عبد العزيز الناس بتوع فرنسا وايطاليا اللي هم يعني الكوت ديزيور ومش عارف ايه والناس دول حطوا لازقه وفخورين بيها جدا والبحر وهم لابسين بيكين بيها لا بقى بحط على الكتف دلوقتي بيحطوها على البطن عشان ما تبانش تحت المايو انت لازم تفهم هم بيحطوها في الحاجات دي ليه تمام والباتش دي اخبارها ايه؟ لا برضه البدايه عندي حضرتك على اليوم الثالث الرابع المنسز طب تتغير قد ايه يا دكتور محمد؟ تتغير كل اسبوع تتغير كل اسبوع واخدين شعبيه في مصر ولا لا؟ لا هو غاليين قوي لازم اجيب 10 يورو يعني لو جت كام؟ 100 زيين والمستورد والضرايب و 12% ملاهي اشهر شنها 350 جنيه بره 10 يورو وهم بيقبضوا 4000 يورو مهندس خريج او الطبيب الخريج 4000 انما انت هنا 340 جنيه لازقه في الاسبوع وما شاء الله ما شاء الله سكرات انت ما فيش سمعان او المرتب ليك ايه وانت امتياز 290 جنيه تمام فالدنيا بتجيب نص لازقه بهات لي بنصه مره وفرقع بقى شيء قوه كبيره والله جامد موت بقى اللي يقول لي بقى عشان نفايناليز الحصه كام حاجه فيها هرمونات ايسوبريسترون كام حاجه فيها هرمونات بروجسترون هم ثلاثه وثلاثه مين فيها ايسوبريسترون؟ سي ان سي رين باتش طب البروجسترون تدراس هرمون بتاع العضل كل ثلاث اشهر الامبلانون بيقعد قد ايه؟ ثلاث سنين كل ده يترجم الى معلومات تتحشي في دماغ سعادتك وتجي لك سلايد شيك جدا واحده عامله كده قول ذا فيلنج اباوت واروح ضحك عليك مره مثلا اقول لك there are too much stakes واقول لك عندي they are done under general anesthesia انت وقعت كلمه anesthesia لك general ولا local؟ بس قلبك قلب كتكوت ساعتها وقلب خاصيه تقول حرام لوكال ده اكيد جنر مش انا هصيح عليك ازاي تمام؟ اقول لك بتشتغل ثلاث سنين اروح قايل لك اربع سنين انت مذاكر سطحي ما انتش فاكر ثلاث واربع سنين كل ده يفرق معايا تمام؟ فكل البروجيسمات دي السيطره على الدوره ايه عندي؟ اي كلام. يلا بقى نفايناليز الحصه بص كده على يمينك اخر صفحتين هتلاقي مكتوب ايه؟ هتلاقي مكتوب لونج تيرم كونتراسبشن irreversible contraception sterilization بص كده تحتيها هتلاقي مكتوب ايه؟ الكونتراسبشن فور لاكتيتنج فيميلز اقلب الصفحه كده هتلاقي مكتوب ايه؟ emergency contraception الفراغ اللي تحت emerge ده معقول هنسيب الفراغ ده؟ اكتب حضرتك عندي contraception for newly married اللي هم انتوا
and this one تهم مين. وقفت بحضرتك عندي contraception for oldest, for grands. والولاد فهمين كويس, الناس اللي فوق 40 سنة فوق 45 سنة, تمام؟ يبقى في نوعين لسه نكتبه. وعشان اخش لك في هذا الكلام, لان احنا بقى نبتدي نختار, يا ترى يا دكتور ينفع لي اللون, ينفع لي الراس, ينفع, فلازم افتح لك بقى صدري اكتر من كده. ايه يا دكتور خير؟ لازم اقول لك اختيارات عندي كلها عباره, لازم افهمك ان عندي حضرتك دي كده هرمونات, ماشي. طب ومين اللي كان قبليها؟ اللون, ماشي. ومنه اخباره ايه حضرتك عندي؟ ومنه الانرت لا ما عادش موجود, هتفرق كان اسمه ايه؟ ايه بس. ومنه حضرتك الميديكيتد, هتفرق كان كام ميديسن؟ كابر. ومين كمان عندي؟ وبروجستيرون مايرينا, برافو عليك, بروجستيرون مايرينا. هاي هاي هاي, عش كده عارف عيال مخهم بيلمع كده من 3 4 سنين, قالوا لي مش اللولب يا دكتور محمد بيهيج الفايبرينولايسز اللي هنا وطلعهم لايزرز. قال لما تيجي نحط لولب عليه ايه؟ انتي فايبرينوليتيك. والعيال ما كناش شغالين عليه دلوقتي, عباقرة مصريين قالوا لي يا حضرتك الكلام ده بتلزق الطلبة, تمام؟ وده حضرتك شغالين عليه ايه دلوقتي بره, ربنا يكرم ان شاء الله. طب وفي مين قبل كده دكتور محمد؟ في حضرتك عندي الفيسيولوجيكال ماثودز. في مين حضرتك عندي؟ في الميكانيكال ماثودز. في مين حضرتك عندي؟ في عندي الكيميكال ماثودز. دي اهيب حاجات بقى, تعال نقولهم وبعدين تعال نلقط في الاخير ده. يعني ايه يا دكتور فيسيولوجيكال ماثودز؟ مكتوبه في, ارجع بقى لاول صفحه دي. ايه الفيسيولوجيكال او الناتشرال ماثودز اللي موجوده عندي؟ والله يا دكتور دي حاجات موجوده من قديم الازل. انا كان لا في لولب ولا راس بتاع. عندي حضرتك اربع, عندي حضرتك عندي ثلاث طرق. هنا يا دكتور محمد ايه الثلاث طرق اللي عندك؟ واحد, عندي حضرتك ان اثناء العلاقه الزوجيه اعمل لها انتربشن اثناء الكويتس. اقول لك ذا فاجينا ان ذا اورجن اوف كويتس اند از كولد كولبس. ترى بعد شويه اسمها كولبس. مش كده منظار الفاجينا اسمه لابروسكوب ولا هيستروسكوب؟ كولبسكوب. ترى بعد شويه. طب وايه الوسيله الثانيه يا دكتور محمد عندي؟ الوسيله الثانيه هي الرضاعه, اللاكتيشن. الرضاعة حضرتك الآمنة, يقول لك اللي بترضع ما تحملش, شوف الحقيقة ايه. طب وايه الوسيلة التالتة عندي يا دكتور محمد؟ يقول لك فترة الأمان اللي اسمها داسيت. ايه عندي؟ داسيت بريد, فترة الأمان. هنتكلم عليهم واحد واحد تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. كويس. طريقة غاية في الإزعاج, حسبي الله ونعم الوكيل في اللي علمها للطلبة, حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد بيذكرها. حاجة اسمها كويتس انترابتس, حاجة اسمها كويتس انترفيمورس. يعني ايه يا دكتور محمد كويتس انترابتس وكويتس انترفيمورس؟ انترفيمورس واضح من الكلمة. فين يا دكتور؟ ان ادي مثلا بوث ثايز موجودين كده, وادي الفاجينا موجودة كده. انتركورس بتوين بوث ثايز اند نو ثرو ذا فاجينا, بتوين بوث ثايز. طبعا مش انتركورس اصلا, اشبريشن يبقى بره. طب هما الانترابتس يا دكتور محمد ده, انت بالانترابت الاكت بتاعتك. يعني انت حضرتك بيحصل ديركشن, بيحصل اورجازم, اورجازم, خلاص خلاص في ايجاكوليشن, هيحصل ايجاكوليت, and then you will withdraw your penis and ejaculate outside the female. طب الحكايه دي اخبارها ايه؟ زباله. لا يا دكتور محمد زباله, في حاجه مفروض هتدرسوها في يوم ما, الله اعلم مين ولا انت ولا ازاي, اسمها ذا سكشوال سايكل. يعني ايه يا دكتور محمد سكشوال سايكل؟ عباره عن فيزز. الاول حضرتك اكسايتيشن او ارايزل فيز, بحيث انك حضرتك عندي توصل حضرتك عندي للماكسيمم. الماكسيمم ده اللي اسمه الايه؟ الاورجازم فيز. وتفضل محافظ على الاورجازم فيز لفتره طويله اسمها بلاتو. اند ذن يحصل عندي ايجاكوليشن. اند ذن افتر ايجاكوليشن يحصل مين عندي؟ ريزوليوشن. واحد اكسايتيشن او اراوزل, اثنين توصل للاورجازم, ثلاثه تمنتين ايت بلاتو, كل ما بلاتين تمنتين ايت اكتر بيجي بلاجر سنسيشن اكتر, اربعه ايجاكوليشن, خمسه ريزوليوشن. يعني ايه ريزوليوشن؟ الهدوء. الكتب بتاع السكسيولوجي والكلام ده بيقول لك ذا ماكسيمم بلاجر سنسيشن اوف ذا وورلد. طبعا بجد ده كلام هبل يعني, بس ماشي, يفضلوا يتكلموا كلام كده هيشوف الوهم اللذيذ, تمام؟ بس علشان يحصل عندي الكومبليت سكشوال ساتسفاكشن وحاله الرضا والبلاجر سنسيتيف بتاع ريزوليوشن ده, انتركورس ماست بي ان ذا فاجينا.
اما يبقى حضرتك انتربت الايه والايجاكوليشن ده يحصل بره انت بتنتربت السايكل. شايف الاورجازم بيحصل ايه؟ تو اند ثرو ماسكولار كونتراكشن ان ذا هول بيلفيك ماسلز ان بوث ميل اند فيميل. طب وده بيعمل ايه؟ بيجعل الاوعيه الدمويه يقفلوا بيعمل احتقان احتقان احتقان. طب الاحتقان هو الريكشن اوف ذا بينس الريكشن ايفن اوف ذا كليترز ديبند على الكونجشن احتقان بتاع الاوعيه الدمويه. طب لو حصل الايجاكوليشن ده بره الاحتقان ده مش بيريزون وبيفضل موجود. طب والاحتقان ده يعمل ليتر اون ايه حضرتك في الراجل؟ اسمعوا حاجه اسمها بناين هايبربليزيا اوف ذا بروستات. اسمعوا حاجه اسمها ازمه منتصف العمر. ازمه منتصف العمر دي عندنا عند 45 سنه تلاقي ان الرجاله بيحصل لهم اريكشن كتير وبيدور بقى على مين؟ على بنت صغيره مراهقه، على السكرتيره بتاعته، على السواقه بتاعته، على عامله الاسانسير، الراجل مش بيحصل له اريكشن. ده من كتر الاحتقان في البروستات. طب ليه عنده بروستاتيك كونجكشن؟ علشان ده اسلوب الزباله اللي انا مصر ان انا اتكلم فيه علشان اي ويل كوندم ات. ده بسبب ان المصريين كلهم بيجي لهم بروستات وبيشيلوها. طب والفيميل يا دكتور والكونجكشن خد عندك بقى. وتلاقي الستات المصريات يا اولاد لو حصل احتقان في الرحم، حد عارف احتقان الرحم بيعمل ايه؟ زياده في كميه الدوره. تلاقي من رجيع. طب حد عارف هي الدوره دي عباره عن ايه؟ شويه دم وشويه وجع. يا ستات مصريات كلهم على 45 سنه يجي لهم ايه حضرتك؟ عندي منورشة دم كتير. واحنا والله العظيم نعمل لهم استئصال رحم محدش عارف ليه؟ عارف ليه؟ ليه خير حضرتك؟ ليه التواضع اللي انت فيه؟ ليه بتقول انا من زفت الحركه المنتشره في مصر اللي انا بشتمها عشان احنا بنبني مصر الجديده والجديد. طيب الحاجه الثانيه يا دكتور محمد اهم حاجه انت بتذاكر دلع نفسك تمام؟ الوجع ايه يا دكتور؟ كونجستد ديسمنريه. تلاقي عندي ان في تقل قبل نزول الدوره ثلاث اربع ايام، تقل قبل نزول الدوره ثلاث اربع ايام. طب ايه تاني اعراض الكونجشن يا دكتور محمد في الست؟ تلاقي انا عندها ليكوريه رصدها كتير. طب وايه اعراض الاحتقان عندي حضرتك عند الست؟ والجانب بقى اللي يقول لي باك ايك. احتقان هنا يسمى عندي احتقان في اليوتروسيكرال ليجمنتس يعمل عندي باك ايك. على فكره I'm talking about most of the Egyptians. اللي عندهم على سن 40 45 سنه تقول قبل الدوره يا دكتور بيومين ثلاثه كونجستد ديسمنري كونجشن احتقان منورجيا دم كتير بقى الاحتقان ليكوريا افرازات طبيعيه بزياده. ده يا دكتور مقسوم نصين بصلي وانا قاعده بتوضى وانا قاعده على في البانيو مش برفع رجلي على الحوض. اه حضرتك كل ده كونجشن ملعونه. غير كده كمان لو انت دارس دين ومتدين كده زيه تمام؟ طبعا هناك فرق حضرتك بينك في حاجه اسمها المالي وفي حاجه اسمها المبي. يس اللي ما يعرفوش بقى واخد ده مبي. ده مبي ان ذا فيري لايت سكريشن ذات ريليز ديورنج حضرتك انتر كورس بيفور ايجاكوليشن بيفور اكشوال ايجاكوليشن. ايه ده؟ يعني في بعض بيكتبوا كده على فكره يعني في بعض السكريشن اللي بتنزل من الراجل قبل الايجاكوليشن يس اسمها ايه باللغه العربيه الفصحى؟ اسمها المبي. عباره ايه؟ It could contain some sperms. على intercourse 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 بعدين عملت withdrawal للبينس before ejaculation المادي نفسه الافرازات دي it could contain some sperms. اضف الى ذلك علشان تتحكم في نفسك وتعمل عندي interrupted withdrawal is very difficult but this is very common. حاجه زباله. خش يا دكتور عندي على الحاجه الزباله عندي اللي بعديها. قال دكتور محمد حاجه الزباله عندي اللي بعديها السيف بيريد. وات از مانت باي سيف بيريد يا دكتور عندي؟ فتره الامان. يعني ايه فتره الامان؟ حد عارف يا اولاد امتى بيبقى في عندي يوم التبويض؟ يوم التبويض في منتصف الشهر. ادي البويضه بتطلع بتفرقع بالمنظر ده بعدين بيتكون حاجه اسمها ايه عندي؟ كوربس ليتيوم. بيعيش كم يوم الكوربس ليتيوم؟ 14 يوم وبعدين بالنهار بتنزل مين؟ الدوره. انا بقى مفروض ابعد الانتر كورس عن يوم التبويض. اللي يقول لي ازاي اعرف ان مراتي عندها النهارده يوم التبويض يبقى جامد؟ بالطالع ولا بالراجع؟ اطرح كام من الدوره المتوقعه؟ 14 يوم. بس ده ينتيل ده يحتم ان دوره مراتي لازم تبقى منتظمه علشان اقدر اسالها يا ست سماح
الدورة حضرتك الشهر الجاي ان شاء الله جاي امتى؟ هتقول لي حضرتك دي جاية حضرتك باذن الله 30/11. اذا التبويض عند مراتي يوم ايه؟ 16/11. اطرح 14 يوم. But this entails تتحتم ان الدورة عند مراتي تبقى ايه؟ regular منتظمة. طب افرض عرفت ان هي الدورة منتظمة وطرحت 14 يوم وعرفت يوم التبويض عندي. هل ده اكيد ولا بالوين؟ بالوين. اليوم ده بس اللي ابعد عنها ولا اكتر؟ اكتر. شايف اليوم ده؟ تعالى قبليه حضرتك عندي 3-4 ايام، تعالى بعديه حضرتك عندي 3-4 ايام. نعم. يلا انت هتشلق لي. يعني حضرتك من اليوم العاشر لليوم ال18 مفيش انتركورس؟ من اليوم اللي انا مش عارف التبويض امتى بالظبط. رحت راجع ورا 14 يوم، حسبت اليوم المعين وقبليه 3-4 ايام، بعديه 3-4 ايام. يعني كده الشهر حضرتك في كم يوم مفيش علاقة؟ 8 ايام. شفت الواد شتلق لي ازاي؟ تمام؟ علشان كده ينفع المثل دي تستخدم لنيولي ماريد كابل؟ مستحيل. ممكن تتكلم لعجوز كابل؟ انا مش تقول لي سيت بريد ذير از ابسنت انتركورس اصلا. ماشي. لكن نيولي ماريد كابل خد عندك بقى، بالذات لو جوزت دكتوره بقى هتفهم دلوقتي ليه. ادي 8 ايام بره، تمام؟ ادي 8 ايام بره من ال 30 يوم، وكمان عندي في 4-5 ايام ممنوع تيجي تحت مراتك ايام الدوره. كده بقى كام يوم؟ 13 يوم. وكمان في 4-5 ايام مراتك فيها عامله زي القط الشرس اللي بياكل عيال، فتره الايه؟ بريمنسل كانش، براست هافنس، ابدومنال جلوتنس، انتفاخ وهدك صغير ومش مستحمله حد. تيجي تقول لها ولا ما تلم نفسك يعني، تمام؟ فادي 4-5 ايام على 4-5 ايام 10 و8 كام؟ 18. اتبقى لك كام يوم في الشهر انتركورس؟ 12 يوم. 6 نبطشيات ليك و6 نبطشيات ليك في ايام مختلفه. ده يبقى اسم جواز طبعا. ده انا دافع 60,000 مهر. ده انا دافع 80,000. الاسعار بقت كام دلوقتي؟ اعتقد 50 و50، صح؟ بيزين دلوقتي ب 50. ايه؟ بقى في سين. لا لا بص، هنتفق على حاجه. لو في كابلز في الدفعه مرتبطين، لو انتوا دفعه كويسه تعملوا جمعيه. لازم كلها في دفعه مثلا جمعيه كلها تدفع 10 جنيه في الشهر. طب 10 في 1000 800 كام؟ احسب كده وده 18,000. تمام؟ ويوم ما يتجوزوا، لا بس مش تبقى خطوبه ويخلها ويعملوا مشروع يفتحوا كشك ولا بتاع، ولازم تحضروا الفرح. كل شهر هتلموا 18,000 جنيه. وبالترتيب بقى شو اللي هيتجوزوا من بدايه امتياز؟ هتلاقيهم مثلا 30-40 واحد، هتكون اتجوزتوا بس على 3-4 مليون جنيه. ده مشروع يا رب عظيم. دملوك. وبعدين هتلاقي في اخر الامتياز في 50 واحد تانيين، ثلاثه دملوك. وبعدين بعد الامتياز ثلاث سنين غالبا هتلاقي بقيه البنات متجوزه خلاص. اعمل ده مشروع. تعالى ده مشروع رائع. لو انتوا بتحبوا بعض كل شهر جمعيه 10 جنيه. احسبها كده على نهايه الامتياز بعد 3 سنين بقى معاك كام؟ اضرب 1800 في 10 18,000 في 12 في 3 سنين. ده مشروع يعني مشروع. عيادة مشهورة في على رأينا محل كبدة وسجق. ايه عيب عندي السيف بريد؟ اكيد عرفتوا. عيبين. واحد، limitation of intercourse طبعا. واثنين، needs ان الدوره تبقى ايه؟ regular. علشان كده يقول لك كلمه غريبه قوي، يقول لك لازم اللي يعمل حضرتك السيف بريد ده يبقى كابل حضرتك عندي well educated and well motivated. يعني ايه educated؟ متعلم. يعرف تحسب ازاي وتطرح 14 يوم وان موتيفيتد متحمس. انا مش هنجيب عيال، انا مش هنجيب عيال، قصادي سنه لغايه ما الدوله بتاعتي في 6 اكتوبر هتيجي. انما مره ترجع نبطشيه تعبان، فراجع البيت تعبان، ودي الحاجه الوحيده اللي ساتسفاي مزاجك. النبي عشان خاطر يقول لك لا انا قلت لك 8 ايام دول نبعد عنك. بس يا حبيبي بس لو تؤمر ضعف ده يضعف. تمام؟ يبقى ايه؟ موتيفيتد متحمس، اديوكيتد متعلم. برافو عليك. مفيش وسائل اخرى تقدر الست تعرف ان النهارده يوم التبويض. اللي يقول لي العسل 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 ينزل علينا ايه من السيرفكس؟ اللي يقول يبقى جامد. ووتر الشارج. اشمعنى الووتر الشارج بينزل يوم التبويض؟ عز هرمون مين؟ الاستروجين. الله عليك. ادي وسيله حضرتك عندك، تمام؟ ان هي تحس بالشارج.
طب اقول لك على وسيله اخرى. طب الاستروجين هيخلي فيه ووتر ديشارج، طب والبروجسترون هيعمل ايه في الحراره؟ هيعلي الحراره. ودي طريقه اخرى اسمها حضرتك ده ثيرمال ميثود، دي اسمها ده سيمتو ثيرمال ميثود. يعني يا دكتور محمد سيمتو ثيرمال ميثود؟ بالاحساس. عندي رطوبه في اليوم ده، عندي شويه بلل في ابعد عني يا ابني. بالحراره، انا عندي الحراره حضرتك زادت عندي شويه، ابعد عني يا ابني. برافو عليك. ده كلام كلام ولا اي كلام؟ الحراره دي ممكن تزيد اي شيء، الميه دي الوتريه دي ممكن تزيد اي شيء. امال مين بقى الماده اللي بريدكت انها تحصل اوبيوليشن في الخلايا دي؟ هي عسل. دي طبعا مش مكتوب اسمها، بس هي بره عاملينها لذيذ جدا زي حكيتهم مره كده. اسمها بيرسونا، يعني هي حاجه بيرسونال بتاعتها ايه؟ كده كده كل يوم الصبح تروح حطها في اليورين، وعندي هنا ثلاث اشارات، اصفر واحمر واخضر. خلاص بقى انت عرفت بقى. احمر اوه خلاص تبويض قرب نو انتركوز. بقول احمر 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 قلب اخضر سكر خضر، يلا توكل على الله. تمام فحلوه بيرسونا دي، لذيذ لذيذ لذيذ. كل ده مكتوب عندكم. شوف من الذين مكرفزوا فين؟ انا ضربة هتظبط. عسل الكلام ده. بقول لك اهم شابتر على فكره انفرتيليتي كونتراسبشن، لان هيمسوا حياتكم، هيمسوا حياتكم. طيب يبقى كويتس انترابتس كويتس انترفيمرس زباله. سيك بيريود صعب قوي يا ولاد، فيلير ريت عليها عالي قوي. بسم الله ما شاء الله كل اصحابي اللي اعرفهم اللي عملوا سيك بيريود بسم الله ما شاء الله جابوا توأم. ماشي، لان الشيء الممنوع مرغوب. ماشي، ثلاث دورة منتظمة، ليميتيشن انتر كورس، كابل انديكيتد، موتيفيتد، شوية الوترية دي تساعد، شوية الحرارة تساعد، الالات شكيتس دي تساعد، تمام؟ اسمها بيرسونا مش مهم الاسم ده. طب ايه الحاجة الثالثة والأخيرة يا دكتور في الفسيولوجيكال ميثود؟ الرضاعة. ما اسمهاش لاكتيشن بقى، اسمها لاكتيشنال امينوريا ميثود. ليه يا دكتور اسمها لاكتيشنال امينوريا؟ يعني الرضاعة المصاحبة بيه امينوريا، الرضاعة المصاحبة بيه امينوريا. برافو عليك. لا يا دكتور محمد، لان البرولاكتين اللي بيطلع ده وقت الرضاعة عدو ام حبيب؟ والله جامد موت اللي يقول لي البرولاكتين بيعادل في الجينيتال سيستم ازاي؟ ضد كل حاجة، ضد الهايبوثلاميك ريليز اوف بنادرون ريليز هرمون، ضد البيتيوتر ريليز اوف بنادتروفنز، ضد الاوفيريان ستيرويدوجينيسيس سنسيسيس استروجين بروجسترون. ايه بيرندر يخلي اليوترس عند الاند اورجان از انسنسيتيف وان ريسبونسيف للاستروجين بروجسترون؟ عدو عدو يعني، عدو عدو يعني. بس هي الفكره ان هذه المعاداه كبرها كام شهر؟ خدوا اطفال ولا لسه؟ الستات بترضع اكسكلوسيفلي حصريا بدون دخول اي حاجه من بره اول ايه؟ اول ست شهور. مش كده الكبسه اللي على مكنه التبويض دي في خلال 40 ل 60% في خلال ست شهور 40 ل 60% من البشريه بيستعيدوا للتبويض تاني. And nobody could know امتى التبويض عندها هيرجع. بس انا بقول لك على فكره جميله، انا مش عارف ارسم فين بعد كده. بقول لك على فكره جميله، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ده البريجننسي كده وده الليبر كده. يلا يا ولاد هات فاكر البرولاكتين النورمال ليفل بتاعه كام؟ كان من 0.9 ل 29 نانو جرام بر ملي لتر. كويس ماشي، من 2 ل 2.9 من 10 ل 29 نانو جرام. طب اثناء الحمل الليفل ده اخباره ايه؟ بيعلى جدا. حد فاكر كان بيعمل كام؟ ب 400، لكن نفس الوقت الحمل ما بترضعش. الاستروجين عامل بلوكينج فاكتور. طب امتى الاستروجين بيقع؟ مع الولاده، مع نزول البلاسنت. ساعتها عندي حضرتك البلوكينج افكت ده، البلوكينج اللي عامله الاستروجين ده بيفضل ولا بيروح؟ بيروح. لكن في نفس الوقت راح الاستروجين اللي كان عامل ستيميليشن برولاكتين، واللي بيعلي البرولاكتين في الحمل ايه؟ هو الاستروجين اصلا، هو البرولاكتين ستيميليتنج فاكتور. عشان كده تفاجئ ان بعد حضرتك الولاده الليفل بتاع 400 ده بينزل بيبقى حوالي 200، لكن الست بترضع. 400 بترضعش، 200 بترضع؟ عشان ما عادش في استروجين. طب وليه قلل ال 200 يا دكتور؟ لانه ما عادش برضه في استروجين، هو اللي طلعه. طب وال 200 دول بيرجعوا للنورمال في خلال قد ايه؟ شهرين ثلاثه. ترجع تاني ل 2.9 من 10 ل 90 ل 29. نعم؟ امال ازاي يا دكتور محمد الستات بترضع لمده سنتين؟ بيعتمد على مين بقى؟ ساكلينج 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 ساكلينج. مش كده؟ اللي عايزه تستخدم الرضاعه كوسيله حلوه لازم لمنع الحمل، لازم تبقى دايما مزوده الليفل اوف برولاكتين.
قول لي ازاي تزود اللايف برودكت؟ رضاعة كويسة، رضاعة مستمرة، رضاعة مستمرة تعرفوها في الرضاعة 6 اثناء النهار و2 اثناء الليل، تمام؟ 6 الصبح و2 بالليل. طب بنات كتيرة بتكسل بالليل، بتخلي مين يرضعه؟ البيبرونة اللي موجودة على الكومودين ترضعه، خيالك المريض ما يشتغلش كويس، ماشي؟ رضاعة مستمرة. يخلي حضرتك تقلل الاكل اللي رايح البيبي، كل ما البيبي يعتمد عليكي وعلى البراست بتاعك كل ما هيصب برولاكتين اكتر، فقلل اكل البيبي. تقريبا البيبي عندي حصريا ما بياكلش الا بعد قد ايه؟ شهور. طب والحاجه الثالثه اللي تدلني ان انا كويس وكابس على نفس مكنه التبويض كويس، وجود الايه؟ المنوريك. طب امتى اعرف ان المرات اللي بترضع ممكن تحمل؟ لو نزل عليها دم. نزول الدم علامه خطر، حد عارف يعني ايه نزول الدم علامه خطر؟ اللي يقول لي يبقى جامد. معناه ان مكنه التبويض اشتغلت، معناه ان الهرمونات طلعت، معناه ان بطنة الرحم ابتدت تتكون، معناه ابتدى ينزل عليه الدم، معناه ان ايه؟ علامه عند حضرتك ايه؟ خطر. يبقى الشروط الثلاثه عندي لكي اقول ان الرضاعه دي وسيله امنه وما هياش امنه زي ما انت شايف. ده في فيلير ريت ال 40 ل 60% التانيين، في فيلير ريت عالي جدا. تمام؟ رضاعة مستمرة، قللي اكل البيبي خالص اول 6 شهور ما تاكلوش، قلت له ما انت اميوريت كويس والله اعلم. وفي ناس اميوريك 10% على فكره وممكن يحصل عليهم ايه؟ تبويض. وسيله امنه ولا غير امنه؟ عارف دي مين اللي يستخدمها؟ احنا الحمد لله 26 سنه انت يعني، واتجوزتي احمد 30 سنه بسم الله ما شاء الله، يعني رائد في الشرطه وبابا لواء قديم اللي بين البلد، معقول فيلا كبيره ومظبطه وماديا مرتاحين، وجبنا ياسمين بسم الله ما شاء الله اول بنوته، وبعدين بنرضع عايزين لا لولب ولا اقراص، والله لو جه ياسين بعد ياسمين تفرق معانا ولا ما تفرقش؟ قال فيلا كبيره وجبنا واسعه، مش مشاكل خالص، مش كده بصي رضعي رضعي واحنا مستمرين في علاقتك، والله ما حملتيش اهلا وسهلا، والله حملتي في اي وقت يا زياده الخرخري، زياده الخرخري، مش مشاكل. طب يا دكتور مفيش وسائل اخرى تقدر تملك على فكره؟ ينفع امسح حاجه؟ تمام؟ مفيش وسائل اخرى؟ الله يخليك. قلنا الايه ميثود؟ الميكانيكال ميثود. يعني ايه ميكانيكال ميثود عندي؟ يعني حضرتك ادي البينس وادي اليوترس، ادي الجمل وادي الجمال، مش عايز الاسبرمز يوصلوا لفوق. طب مش عايزهم يوصلوا لفوق ازاي؟ والله يا دكتور حط حاجز هنا، اسمعوا حاجه اسمها الوقت الذكري. طب اسمعوا ان في فيميل كوندوم كمان، الفيميل كوندوم دي اقدم طريقه في العالم، دي اقدم طريقه في العالم، دي حاجه ده مجرد كيس، كيس زي بتاع الجواز ومش عارف ايه وبتاع، الحته دي مقفوله يتحط هنا والحته المفتوحه دي اسمها كلاري بيركوس. تمام؟ يبقى في ميل كوندوم وفي ايه كمان؟ فيميل كوندوم. او اقول لك او نحط حجاب حاجز هنا اسمه دايفرام. او اقول لك او البس عمق الرحم بطاقيه اسمها سيرفايكال كاب. كل الميكانيكال ماتوز دي اكتشفنا ان الفيلير ريت فيها عالي. حد عارف بقى تتحسن الفيلير ريت لو حاطين عليها مين؟ حاجات تقتل. قال له لا بص عندي على الكوندوم بص تحت هتلاقي مكتوب ميل اند فيميل كوندوم، هتلاقي مكتوب لاتكس. لاتكس يعني ايه؟ الماده الرابري اللاتكس ده اللي هو ايه؟ اللي معمول منه، اللي معمول منه. طيب واخبارهم ايه بقى في الحياه؟ سيبني انا اكلمك على الشاب ده في الحياه. زباله. طبعا مفيش حاجه في مصر اسمها فيميل كوندوم اصلا. ان الست تحط كيس، لا هو كيس على الراجل، الميل شيل، الميل كيس، اللي هو الميل ايه؟ كوندوم. استخدامه زباله. انت لازم يتحط والذا بينس از اكتف. طب ولازم يتشال والذا بينس از ستيل أكيد. يعني ايه يا دكتور محمد؟ يعني لما بيحصل ايجاكيوليشن من البينس هتلاقي الكوندوم ده في حته قليله معموله هنا علشان تجمع عندي الماني. احنا عارف الماني كام ملي؟ 3 و4 ملي بيتجمعوا هنا. طب افرض بعد ما حصل لك ايجاكيوليشن حصل ريزوليوشن والبينس رجع لحجمه الاصلي، عارف الكوندوم يحصل له ايه؟ يقع جوه مراته. بالايه اللي فيه؟ بالسن اللي فيه. طب يتشال ازاي صح؟ يتشال اخر جبريك وان ستيل رتب بره ويسترو. طب بالنسبه لي لان اخر ايجاكيوليشن اللي بيحصل؟ ريزوليوشن. عرفت ليه الناس تحمل على الكوندوم؟ لان غالبا الكيس ده بيقع جوه. لان غالبا السيمن ده بيقع جوه.
غير قابل بقى ان الكيس ده ممكن عندي يتعور يرابشر يطير مش عارف ايه بتاع يحصل له كتير يعني كان في عندي سبورز فلسه عشان كده ايه الاخبار لا اعمل لك فوق جدول مكتوب فيه ادفانتج وديس ادفانتج بص كده على الادفانتج يقول لك دي حاجه لوكال ما فيهاش هرمونات ما فيهاش ايه افكت سيستميك افكت ما فيهاش تاثير على الرضاعه سكين ويقول لك ايه ويقول لك من ضمن المزايا شوف الاستعباط من ضمن المزايا يقول لك it is fairly good method يعني الى حد ما الفيلير ريت بتاعك كاتبه كام 10% ده قليل ولا كتير ده كتير جدا هتلاقيه على الديس ادفانتج الناحيه الثانيه يقول لك الفيلير ريت عالي انت بتقول بس يعني اللي هو مقبوله ويعني في 10% ممكن ايه يحمل الميزه الاساسيه هي من الاربعه اللي علم عليها بره الاجانب هتلاقي المحفظة انت عندك المحفظة المحترمة فيها مكان مكتوب فيها كارنيه نقابة الاطباء كارنيه نادي مش عارف انه بره ايه كوندومز متقسمة ست اماكن لستة كوندومز بديفرنت كالرز اللي مرسوم عليها بقى نجوم اللي مرسوم عليها فريقك المفضل في الباسكت ايه قلة الادب دي ده الكلام اللي خلاني ارجع من كندا يا ولاد انا لقيت بيعلموا عيالي كده في جريد فور رابعة ابتدائي بيعلموهم سيف سكس سيف ساكس فليس اوكي يا اولاد احنا والبنات مع بعض النهارده في كلاس تمام كل واحد يبقى بمحفظته يكون يخرب بيوتكم على طول رد فعل لف وارجع تاني ده اتعلم كده في رابع ابتدائي سته ابتدائي ايه اخش على التوام بيقول لك ليه لازم اكون محفوظ عشان السكشوال ترانسميتد ديزيز عشان قله الادب عشان الاتش اي بي عشان السيفلس عشان الجونوريا عشان الكلاميديا يا نهار اسود فالميزه الرابعه هي اللي علم عليها بره كل واحد ماشي بالكوندوم بتاعه تمام ماشي لا دكتور عشان تقليل السكشوال ترانسميتس لو بص بقى على الديس ادفانتج اللي موجود على اليمين ايه الاخبار حضرتك عندي وسيله ديفيكلت تو بي يوزد يعني ايه ديفيكلت تو بي يوزد ماست بي انسرتد اون ذا ان ذا اريكت بينس يعني انت اساسا هيبتدي يحصل اكسايتيشن مع الزوجه يبتدي يحصل اراوزل حصل لك خلاص اريكشن تقول لا ثانية واحدة هتحزن وارجع لك ايه ولازم يتشال حضرتك ولا البينس ستيل اريك صعب جدا difficult inconsistent use صعب الاستخدام it interferes with sexual انت عارف sexual pressure ايه منين؟ the contact of your skin to the contact of the female uterine gland كل ما الكونتاكت بقى اكتر سكويز بقى لما هنا بقى في حائل مديني فالكونتاكت بقى وحش الديس ادفانتج ده اضف الى ذلك الفيلير ريت العالي اضف الى ذلك حضرتك عندي هو الفيلير ريت هتلاقيه مره كاتب 10 في الجدول ده صح بص تحت هتلاقيه كاتبه 3% كاتب 97% نجاح 3% الحقيقي كام بقى؟ 3 ولا 10 ولا ايه مثلا؟ لا 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 لا, لا, لا. اورنجات الحقيقي من 3 ل 14 3 ده اسمه حضرتك سعر المصنع 14 ده اسمه سعر المستهلك عشان كده دي رينج 3 ده المانيفاكتشرر بيقول لك لو الكوندوم ده استخدم صح حط على الارك بينس وريموف ده من ستيل ارك مش عارف ايه وما اتقطعش الفيلير ريت 3 طيب لو العادي بقى الانسان العادي استخدمه اللي هو ممكن يقع وممكن يتقطع الفيلير ريت توصل لكام؟ 4 ده سعر المصنع ده سعر المستهلك مش كده في رينج رينج دكتور بلاش خلاص انا مش هعرف احط هذا الكوندوم عندي طيب ما تيجي نحط للست حجاب حاجز حجاب حاجز تعال ده لو شفت لما بقول لك الاستاذ قد ايه قد الداهيه تروح ضغطها كده طلع رجليها كده على ستول حد عارف يعني ايه ستول كرسي مطبخ كرسي خشب تمام وتروح تنسورت ايه في الباجر وتسيبه يفتح وانا بالذات لو عندنا ايه قدام ولو ايه ورا مش فول بلادر باك فور ريكت انا بتكلم نسا ولادة سيس تو سيل ريك تو سيل برولابس صعب جدا علشان كده تم اختراع ما فوقه شوف الاختراعات شوف الاختراعات عامل ازاي يبقى ده انسوتبل للناس اللي عندهم برولابس شوية سيس تو سيل شوية ريك تو سيل سيل يعني كيس طب كيس في مية عند الراجل اسمه ايه هايدرو سيل طب كيس في بينز عند الراجل اسمه ايه بريكو سيل طب كيس في بلادر مليانة مية سيستو سيل كيس في ريكتال بازلو دام فيستول ريكتو سيل طب ده غير مناسب الله طب ما تخليش الديافرام حجاب حاجز كده حطها كطاقية فوق لبسها على سيرفكس طبعا الوسائل دي موجودة في مصر ولا مستحيل مستحيل
ده فاهم عشان واحدة دي بقى. لا بيقول لك اعلم على الحتة دي تاني صف فوق اليمين حط 6 hours of intercourse عشان ده فاهم. وتحس ان البجانة ده فاهم ده انا اعمل لك فيه بوق اللي يقول لي ايه اعمل لك فيه بوق ويقول لك كان دي فيه بوق يبقى جامد. بيتحط عليه شايف كريم السبرميسايدال بيتملي اجيب السبرميسايدال ده وبمليه بره طبعا نحط ايه السيرفايكال كام دايما ميكانيكال معاه سبرميسايدال دايما ميكانيكال معاه سبرميسايدال. سيرفايكال كام دي بتلبس كده شحط على السيرفيس. في واحده تقدر تعمل كده؟ ده انا ممكن اعمل بي في لواحده ما اقدرش المس السيرفيس اصلا. ده مطلوب منها ان تجيب الطاقيه دي تلبسها في عنق الرحم. ايه حتى عدسات على صوابعها مستحيل ده كلام اخباره ايه عندي صعب جدا صعب جدا. فتم اختراع اللي بعده ايه اللي بعده بقى سبرميسايدلز. الشاب السبرميسايدلز دي عباره عن ايه بقى عباره عن كريم زي ما بقول لك عباره عن جل او الاختراع الاحلى اللي موجود الان وماشي في اوروبا زي الحلاوه سبونج. ايه الكريم او الجل ده ولا كريم او الجل ده او راس او كابلز راس مهبلية فورة بدون تتحط قبل العلاقة بتلاتين دقيقة حط قبل العلاقة بتلاتين دقيقة والفيلير ريت بتاعها برضو تلاتين ما شاء الله. اشكال امرين ما ندي سبرميسايد لوحده وميكانيكال لوحده لازم ايه كومباينيشن كومباينيشن رب عليك. فتتحط عندي قبل العلاقة بتلاتين دقيقة وعندي حضرتك فيلير ريت بتاعها تلاتين دقيقة قرص او كريم او جل. قول لي ايه الزباله بتاعت السبرميسايد تخيل انت تخيل 30 دقيقه قبل الايه قبل الانتر كورس اللي هو هيحصل امتى الله اعلم. هو الانتر كورس ده ايه زي الدرس من 7 ل 9 اي دونت نو دي حاجه ببلاش كده حاجه بنزلها كده حاجه تحصل ده اللي هو يعني مثلا انا اقول لا اوكي بص انتر كورس دلوقتي طب بص حبيبي طب اطلع كده المطبخ يعني اعمل لك شويه سلطه ولا اعمل شويه ليمون ولا بتاع على بال ما نص ساعه تعدي. طب والنص ساعه عدت ها يا محمد يا محمد انا بقى في المطبخ ها طب بقى لي تلت ساعه ونص ساعه عمال بعمل سلطه دلوقتي فتحت التلفزيون لقيت على مر الزمان الحلقه 466 طب استنى ما اكمل المسلسل يا نهار ابيض او المزاج راح. مش كده الاجانب هم اختاروا حاجه اسمها سبونج جميله قوي. ايه السبونج يا دوب؟ حته سفنجه عارفين انا بيها شاور دي اللي بتيجي مع بالموليف شاور جيل والحاجات تمام؟ سفنجه بتتحط جوه زي التامبونات زي التامبون عند الستات والسفنجه دي ممزلقه مليانه سبرميسايد وليها فتله تشدها منه. اسمها حضرتك توداي اللي يقول لي ليه اسمها توداي يبقى يا معلم. اليوم تسحب بيتك الكبير من دول خلاص كلام بره في يوروب طبعا بعد ما تصلي الفجر كده ركعتين تروح حاطها تقول بسم الله الرحمن الرحيم نويت ان انا اليوم سيف اي حاجه تحصل لي في اي وقت انا سيف ايه 24 ساعه وبعدين ايه؟ شالها 24 سهله الحط وسهله ايه؟ يلا علشان نختم مع بعض. عرفتوا العرض اللي عندي؟ عرفتوا العرض؟ تعالى 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 اسالك الثلاث اسئله دول اللي بتردع المتزوج حديثا ال 40 سنه ونقفل على شكل. تعالى على 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 الصفحه اللي قبل الاخيره لازم تقراش كونتراسبشن فور لاكتيك فيمينز. يلا ممكن تقول لي ايه الحاجه الوحيده اللي ممنوعه على اللاكتيك فيمينز؟ ممكن تقول لي ايه بقى اللي ممنوع على اللاكتيك فيمينز؟ السي سي الفاجينا الرين. طب امال ايه اللي مسموح لها؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا فيسيولوجيكال وميكانيكال وكيميكال ماتم مسموحين لمين؟ لكل الناس. لان تقريبا ليهم كونتر اندكيشن ولا ما لهمش؟ ما لهمش. فيسيولوجيكال وميكانيكال وكيميكال ماتم للي بيرضعوا ماشي، للي اباب فورتيز ماشي، لليولي ماريك كابل ماشي. مع الاخذ في الاعتبار ان الفيلير ريت بتاعهم عالي. الفيلير ريت بتاعهم عالي. حاجه زي السيف بيريد محتاجه دوره ريد ليرن. حاجه زي حضرتك عندي الكوندومز محتاجه استخدام جيد. تمام؟ فكل اي حد من اللي انا بقوله لك دول ينفع فيسيولوجيكال وميكانيكال وكيميكال ماتس. طب يلا اللي بترد عندي كمل بقى معايا ينفع تستخدم اللولب؟ ياس برافو عليك ينفع تستخدم عندي اللولب. سؤال الاخوه المشاهدين بيتركب امتى؟ اما طبعا اما الرحم يرجع يبقى اندوليوتد هو امتى بيرجع يبقى اندوليوتد لحمه؟ 4 ل 6 اسابيع. طب افرض مراتك كانت حملت وسقطت خد النص بدل 4 ل 6 اسابيع يبقى كام؟
ثلاث لاربع اسابيع، برافو عليك، تمام، طول النص بالظبط اقل، ماشي. طب ينفع الست اللي مترضع حضرتك تركب لولب ابو ميرينا؟ ينفع، لان ده ايستروجين وبروجسترون، ده بروجسترون مش هيمنع الرضاعه. طب كمل، ينفع اللي بترضع تعمل سي بي سي؟ لا طبعا. طب ينفع تاخد البي او بي؟ ياس، بس على شرط تاخده ايه؟ كل يوم بدون توقف. طب افرض جت بعد ست شهور اتخنقت قالت لك يا دكتور محمد انا بنسى كتير، هتدي لها ايه؟ انجكتبل كل ثلاث اشهر. افرض اخدتها وقالت لك دي لونج اكتنج قوي يا دكتور، بتعمل امينوريا رهيبه، عايزه حاجه عندي ابسط، حاجه عندي حضرتك سهله، اركب لها مين؟ امبلانت. كل حاجه فيها اقل، كل حاجه فيها اقل، كل حاجه فيها ايه عندي؟ اقل. طب افرض حضرتك عندي قالت لك انا عايزه وسيله عندي مدى الحياه وزهقت خلاص يا دكتور مش عايز احمل تاني خالص، اعملها تيوبال ايه؟ سترايزيشن سيرجري. فانا عندي حضرتك معرض كافيتيريا من الانواع. يلا بقى اقلب الصفحه علشان نكتب من اليولي مانيد كابل والفورتيز ونتكل على الله ونمشي. قولنا كلمتين وخلاص. نيولي مانيد كابل ايه اللي ينفعهم؟ تكتب كده the best method to be used is CBC. بس طيب السؤال للإخوة المشاهدين التاني، ينفع النيولي مارد كابل تاخد عندي حضرتك بي او بي؟ ينفع تاخد بي او بي، بس هيضطرها ان هي تاخده كل يوم وفي لخبطه للدوره، رهيب. بس الاسئله دي بتسالوها لنفسهم. طب السؤال الثالث، ينفع نيولي مارد كابل تاخد انجكتبل؟ ممنوع. يبقى تكتب نو وتطلع منها حاجتين، يبقى سي او سي الاختيار الاول. طب وافرض يا دكتور محمد البنت دي عندها مشاكل استروجين، يبقى اختيار الثاني مين؟ بي او بي، بس تستحمل لخبطه الدوره وتستحمل هي تاخد الراس واليوم. فيرست شويس سي او سي، سكند شويس بي او بي، ومع الاخذ بالاعتبار سهمين لخبطه الدوره اكتر، قرص كل يوم وهو شيء مزعج. لخبطه الدوره اكتر، قرص كل يوم وهو شيء مزعج. سي بي سي ذا باست، بي او بي ميبي. طب مين بقى اللي نادر؟ خد منها سهمين، اختار لي حاجتين. لا انجكتبل واي سي دي. ليه انجكتبل لا لليوني مانكا؟ اليوني مانكا ده كونترسبشن بتاعه بيبقى لونج تايم ولا مؤقت؟ مؤقت. ست شهور على بال لما استلم العربيه، سنه على بال ما استلم المله، تمام؟ انت ما تديش حاجه للفيرسبيلتي بتاعتها السنه كمان، يبقى انجكت ولا لا؟ طب واللولب؟ هراكب لولب على واحده الرحم بتاعها لسه برج الرحم صغير جدا، انت عارف لو ركبت اللولب ده على رحم لسه صغير ما حملش قبل كده، ما انتفخش قبل كده، ما كبرش قبل كده، نسبه الايه عالي، نسبه الايه عالي والله، الفلتريشن والاكسبانشن صغير. ده هو ده اللي بيخليه هدبره. وبعدين عندي او ممكن علشان الرحم عصبي لسه ما اتنفخش وما حملش ايه عندي وبعدين قول لي هتركب لولب على خطوطك كده. مش دي الفكره صح؟ بس هو انا عايز اعمل كونترسبشن من اول يوم من ليله الدخله. طب هي فيرجن هجيبها قبليها بعملي عملي ولا استنى لما تعدي او ما تبقاش ممكن تحمل، فاهم؟ طيب يبقى الباست والنيفر وميبي، وميبي بقى الحاجات اللي انت عارفها، قول لي الثلاث حاجات اللي انت عارفها. فيسيولوجيكال وميكانيكال ومين كمان عندي؟ وكيميكال. ايوه برافو عليك، بس خد بالك بقى اما تيجي تقول فيسيولوجيكال طبعا ما ينفعش يبقى لاكتيشنال امينوريا، انت بتستلم واحده بتردع اصلا متشكرين قوي بسندر سكر. طب تيجي تشوف كويتس انترابتس وانترفيمرس توقع احتقانات في حوضك وفي حوضها مدى الحياه. طب تيجي تشوف سيف بيريد توقع حضرتك عندي حضرتك زمزقه من طرفين في اي وقت لان مفيش انتركورس عادي. شايف السيماشكال صعب. انا شوف ميكانيكال نيولي مارد كابل بيستخدموا ازاي كوندوم اساسا بيحاولوا على بال ما يولفوا على بعض ويحصل ريليشن شيب اصلا لثلاث شهور لسه ما تعرفوش حاجه. وكمان تصعب لي الموضوع بكوندوم، لا كوندوم ده اللي عنده احتراف، الموضوع ده صعب. وكمان طب حط لي كيميكال ماتش فين الريت عادي 30. فعشان كده لو انتوا ناويين تتجوزوا يا ولاد ولسه شابين وصغيرين وعايزين تاجلوا الحمل لمده سنه،
هديكي ايه عندي يا مريم؟ مش هديكي حاجة اصلا. اول حاجة انا ضد الكونتراسيبشن للنيولي مارد كابل، اكاد احرمه دينيا، لكن مش انا اللي تاخد مني الفتوى ابدا، وده واضح تمام ماشي. الجواز ما بيستمرش غير عشان العيال، نسبة الطلاق عالية جدا لما بيخلفوش. الشيء الوحيد المشترك، المشروع الوحيد اللي بينكم انتوا الاثنين، انتوا الاثنين سهمتوا فيه وانتوا الاثنين تعيشوه وانتوا الاثنين بتكبروه، كل حاجة بعد الجواز بتظهر، حب بيروح، كل حاجة بتروح، فلوس في البنك بتروح، الحاجة الوحيدة اللي بتكبر هي مين؟ العيال. فنادر ان انت تقول ايه؟ هجرب الأول، لقينا نفسنا حلوين نجيب لنا عيل ونكمل، لقينا نفسنا وحشين زي ما اتجوزنا بالمعروف نمشي. ايه الفكر المتخلف الصهيوني ده؟ تمام؟ مبدئيا لا، انما لو انت مصرة سي وي سي. اوفر فورتيز، جزرة وكتان وجحش. ها؟ مين الاوفر فورتيز؟ نمرة واحد IUCDs، نمرة واحد IUCDs، نمرة اثنين يلا بروجسترون اونلي ميثودز، مش عايز استروجين خالص، فوق 40 سنة على الاطلاق او فوق 35 لو ماما تخينة او ماما بتشرب سجاير، بروجسترون اونلي ميثودز، والله في او بي والله انجكتبل والله كلاس اتعملت اصلا للاوفر 48 كابلز. برافو عليك، بالذات لو هم ايه وايه؟ معظم العواجيز احنا عندنا ايه وعندنا ايه؟ هايبرتنسر دايبتيك. برافو عليك كده يا جماعه؟ امتحان بقى ان شاء الله في كونتراسبشن ماشي؟ سؤالك كان ايه؟ نعم؟ لا ده المشكله دي انت هتشوه دراهم مراتك. يعني مشكله بجد. هو ينفع بس يعني ليه الاختيار لا والهايبر بارنس كمان كل واحد بيطلع من الاولاد ويعمل كومبيتيشن على ابوه من الخلق وعلى جدهم كمان انا عارف اسمها نيجاتيف فيدباك لوب دي اسمها لونج نيجاتيف فيدباك لوب امسك صور يا احمد على مقفل.